وصلتم مساء المشاهدين الافاضل، حياكم الله جميعا، اهلا بكم الى عدد جديد من فضائكم الاخباري ما بعد المنتصف. تتابعون في هذا العدد المستهل بمستجدات الوضع الميداني والسياسي في الغزة في اليوم 64 بعد ال200 من استمرار العدوان الاسرائيلي في وقت يخيم فيه شبح المجاعة بشكل مخيف على القطاع. في شان اخر، نعرج على ولاية سكيكدا والوقوف عند النتائج المعتبرة المحققة في جني الطماطم الصناعية ومواصلة التجنيد لإنجاح حملة الحصاد والدرس، ثم إلى ولاية غليزان والوقوف عند رهانات تربية المائيات في المياه العذبة، ونختم بترقية الرياضات الجامعية والنشاطات الطلابية في سبيل تكوين النخب الرياضية. كل هذه المحاور بتفاصيلها بعد هذا الفصل الذي يتضمن النشرة المحلية في تقديمها أميرة مداحي. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة المحلية. المستهل بالتنمية، حيث شهدت بلدية سفيسيف الحدودية بولاية عامة إنجاز مشاريع في مختلف القطاعات بما فيها المرافق العمومية والهياكل الرياضية، كما تدعمت القرى الحدودية بمسابح جوارية والتي تعد متنفسا للشباب والأطفال تزامنا وموسم الاصطياف. مصطفى دحاوي. دعما للبرامج التنموية للبلدية الحدودية، عرفت بلدية سفيسيفا قفزة نوعية في تسييد عدة مرافق عمومية وشبانية للتكفل الأمثل لساكنة هذه المناطق. رانا فرحانين بزاف، نحلوا لنا المناج ونلعبوا هنايا، حنا وصحابنا هنايا، هذه حاجة زينة. راه كان خاصنا هذا الملعب وجابه لنا ربي، الحمد لله نشكر السلطات على اللي وقفت معنا، وراه ما فايدة للوليدات، كانوا الغالب كانوا وليداتنا محرومين، والحمد لله اليوم ها هو راه هنا عندنا الحمد لله، ونتمنى سوال اخرى. تحسبا مع افتتاح موسم الاصطياف، تم فتح مسابح جواريه جديده بهذه القرى الحدوديه. وقت نتاع الصيف راهم القوين يعوموا دروك، القوا منفس وين يتنفس، خير من اللي كان يدي ولاده على السويسيفه ولا يديهم العين الصفراء ولا. اليوم ها هوينا عندنا في بلادنا الحمد لله في منطقه حدوديه. صرعنا اليوم في تدشين عده مرافق، اول شيء فيها عده ملاعب جواريه على مستوى البلديه، كذلك فيها عده مساحات عموميه واماكن ترفيه للعائلات، ساحات يستوفي كل الشروط، وكذلك فيها مسابح، ولأول مرة هذه المنطقة الحدودية تستفاد بمسابح جوارية بما فيها كما نقول أحواض موجودة، ماهوش فقط يعني في مقر البلدية، بما فيها في بعض القرى اللي راهي في المنطقة الحدودية بالذات. جهود متواصلة من طرف السلطات المحلية من أجل تسييد عدة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات للنهوض بهذه المناطق الحدودية. حطت بمطار عين البيضاء بولاية ورقلة أول طائرة لحجاجنا الميامين قادمة من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج وسط ظروف استقبال حسنة. خالد بن جرينا. بمطار عين البيضاء بولاية ورقلة حطت أول طائرة تحمل أزيد من 300 حاج قادمين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لهذا الموسم، حيث أشادوا بالظروف الجيدة التي حرصت الدولة الجزائرية على توفيرها لهم طيلة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية. اللهم لك الحمد، يعني فات الأمور ما شاء الله في الاستقبال، وحتى في يعني كعدنا رايحين يعني خدمات ما شاء الله. الحمد لله كامل الحجاج فرحانين، وكامل فوتنا ما شاء الله المناسك تاعنا باتم وجه. الحمد لله كان في الاستقبال جميع السلطات وكل وسائل متاحه. كانت زياره موفقه والحمد لله، نتمناها ان شاء الله لكل الجزائريين وكل مسلم ان شاء الله في على كل بقاع العالم. والحمد لله ما خصنا حتى خير. وهني هالحجاج هذا بالعوده الميمونه الى ارض الوطن سالمين غانمين. ونشكر السلطات المحلية الوطنية في المجهودات اللي قامت به في بقاع المقدسة.
الفوج الأول العائد من البقاع المقدسة ولدى وصوله لمطار ورقلة عبر الخطوط الجوية الجزائرية حظي باستقبال مميز وفرت فيه جميع الظروف اللازمة لضمان راحة حجاجنا الميامين. ظروف مهيئة، عقدنا اجتماعات مسبقة لتأطير عملية الإياب، وكانت الأمور بحول الله مضبوطة جدا، حيث سنستقبلهم في أريحية تامة. هذا وستتواصل رحلات عودة الحجاج من البقاع المقدسة بعد أداء الركن الخامس عبر 9 رحلات، منها 6 رحلات عبر الخطوط الجوية الجزائرية. تحت شعار الدراج المثالي، نظمت المديرية الولائية للأمن عبر الطرقات لولاية غردايا يوما إعلاميا تحسيسيا للوقاية من حوادث المرور لفائدة سائق الدراجات النارية بمشاركة مختلف الفاعلين. أمين شقبقب. لعل أول ما يلفت انتباه الزائرين إلى ولاية غردايا ذلك العدد المعتبر للدراجات النارية بمختلف أنواعها، وضع استلزم تنظيم يوم تحسيسي للسائقين لتوعيتهم من أخطار حوادث المرور. هذا اليوم الدراسي التحسيسي التوعوي للحد من حوادث المرور تحت شعار الدراج المثالي يجسد أسس السياقة السليمة وأخلاقة السائق. ولهذا هي مناسبة باش ندعيو شبابنا، باش ندعيو مستعملي هذه الوسيلة نرجع للدراجة النارية إلى الهدف الحقيقي التي وضعت من أجله، وتكون وسيلة نقل، وسيلة متعة، وسيلة ترفيه بالنسبة لساكنتنا. الحماية المدنية والمصالح الأمنية على مدار السنة حرصت على تنظيم حملات تحسيسية لمستعملي الدراجات للحد من حوادث السير وما يترتب عنها من مآسٍ، لإبراز دور الدرك الوطني في التقليل من حوادث المرور باعتباره شريك فعال في ميدان السلامة المرورية، حيث سخرت المجموعة كافة الوسائل المادية والبشرية اللازمة وتقديم نصائح لمستعملي الطريق. معرض تحسيسي يتواجد به كل إمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بالوقاية والحد من حوادث المرور. لا يختلف اثنان حول فوائد الدراجات النارية، غير أن النعمة قد تتحول إلى نقمة في حال السرعة والتهور وعدم التقيد بقواعد السلامة المرورية. ونختم من باتنا، واحتفاء بسبعينية اندلاع الثورة التحريرية وتحت الشعار واكتبوها بدماء الشهداء، انطلقت فعالية الطبعة 15 للمهرجان الوطني المدرسي لنوادي البحث التاريخي بمشاركة 14 ولاية. يونس الكحلديب. هنا تبرز أعمال وبحوث لتلاميذ من 14 ولاية مشاركين في الطبعة 15 للمهرجان الوطني المدرسي لنوادي البحث التاريخي، أعمال تاريخية روت أحداثا من ثورتنا المجيدة. شاركنا في هذا المهرجان بالمعنون بمعركة طفراوت التي في الأوراس والتي هي مهد الثورة التحريرية. إن مكمن عظمة الثورة الجزائرية في تضحياتها التي قدمتها كعربون لتحقيق الاستقلال، ومن هذه التضحيات هجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955. فسيفساء اجتمعت في أعمال من كل ربوع الوطن في شكل تنافسي علمي ينمي فيهم حب الاطلاع والمعرفة، واحتفاء بسبعينية اندلاع الثورة المجيدة. عدد الولايات المشاركة في هذا المهرجان الوطني 14 ولاية، وفي هناك أيضا ورشات على مستوى المؤسسات المبرمجة لهذا الغرض، وسيتم إن شاء الله تكريم الفائزين يوم الأخير إن شاء الله. والهدف من هذا المهرجان هو غرس حب الوطن في أبنائنا التلاميذ حتى لا ينسوا التاريخ. أعمال تتنافس طيلة 5 أيام من خلال ورشات وخرجات سياحية للمواقع الأثرية بعاصمة الأوراس. مشاهدينا، نشرتنا المحلية تمت، السلام عليكم. بموقع
مواقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية، تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية الصيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد. بمخزونها الطاقوي وثروتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. على غرار ولايات الوطن، ولاية تشلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي، هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن. الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز، تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. للتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط وأد حمامي للتلفزيون الجزائري. من ولاية الصيف راسلكم السعيد بلونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعومي مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجل. محمد العيد لبيهي من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية عامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية الشرفة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. المستهل الشأن الدولي ومستجدات الوضع الميداني والسياسي في غزة في اليوم 64 بعد 200 من العدوان الصهيوني على القطاع، في وقت يخيم فيه شبح المجاعة بشكل مخيف. هناك التفاصيل بعد مع ضيفتي بعد الفاصل. أسعد كثيرا باستقبال البروفيسور نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بروفيسور بن يحيى مساء الخير، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا بك أستاذة بن يحيى. إذن الحرب على غزة أزمة إنسانية متفاقمة، غارات دموية مستمرة، وكأن بالاحتلال في إرادة حقيقية لتدمير كل شيء هناك. فعلا يعني يبدو أن هنالك خطة ممنهجة وخطط ممنهجة من أجل الاستمرار في مشروع إبادة للشعب الفلسطيني وتدقيقا في قطاع غزة، وذلك من خلال السياسات المتواصلة من ضمنها التجويع الممنهج الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وأمام مرأة ومشهد من المجتمع الدولي وخاصة من الهيئات الدولية التي هي بطريقة أخرى قادرة على الزجر والمنع والإيقاف الفوري لما يحدث داخل قطاع غزة. نحن نتساءل من هذا المنبر وكل أحرار العالم يتساءل ما موقع الشرعية الدولية، على الرغم من الجزائر يوميا هي ترافع من أجل وقف إطلاق نار فوري، وهي كاشفة لما يحدث داخل الأراضي المحتلة من سياسات كما أشرنا منذ لحظات التجويع وإقلاع جذري أو اقتلاع جذري للعنصر الفلسطيني من قطاع غزة. إذن
خاصة بعد الكلمة المهمة للسيد بن جامع الممثل سفيرنا في هيئة الأمم المتحدة، وتأكيده على قرار أو تطبيق قرار 2334، لكن يبدو أن هناك صمت رهيب مما يحدث في الأراضي المحتلة من طرف الهيئات الدولية التي ترافع من أجل بناء السلم. يعني أين هو بناء السلم أمام ما يحدث من مجازر تتكرر يوميا؟ يعني منذ طوفان أقصى وصلت إلى أكثر من 500 مجزرة تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ضف إلى ذلك أن أكثر من 80% من البنى التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تدميرا كليا. إذن نحن أمام مأساة إنسانية كبيرة جدا، أمام كارثة إنسانية كبيرة جدا. ولو أن الحروب فيما مضى، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب التي شهدتها الجزائر، لم تكن التقنيات الإعلامية بنفس التي هي موجودة الآن، لكن كانت الصور فظيعة جدا. فما بال اليوم نعيش ثورة إعلامية تقنية، يعني الصغير والكبير يستطيع أن يراقب المشهد المأساوي الدموي الإجرامي الإرهابي الذي هو واقع في قطاع غزة، لكن مع صمت الجهات المعنية الرسمية في قطع دابر هذا الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي المحتلة. نحن نعيش مسار لحركة استعمارية داخل الأراضي المحتلة بنفس الأهداف التي سارت من قبلها الحركات الاستعمارية. لكن الملاحظ في هذه الحرب أستاذة بن يحيى أنها لا تملك حتى حس الشرف، حتى في قانون الحرب هناك المدنيون، يعني هناك حماية، لا نلجأ إلى التجويع، ولكن في هذه الحرب يعني استغلت كل الوسائل لتدمير الإنسان والحيوان والبيئة في قطاع غزة. والصور القادمة من هناك لاحظنا يعني حتى ذلك الفلسطيني الذي يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، هي صور حقيقة تخجل المجتمع الدولي. تخجل المجتمع الدولي صحيح، وتفجعنا نحن كأبناء هذه الأمة من شدة ما نسمع ونرى، حتى بتنا موجوعين أكثر. لذا سهل أن نقول نتأسف، لكن المقاومة مستمرة رغم الداء والأعداء كما يقال. كذلك حتى أحرار العالم ما زالت المسيرة متواصلة في إعلان الحق الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة. ولذا نجد أن الكيان الصهيوني يعيش شرخ سياسي واستراتيجي، يبدو أنه يعيش إرباك استراتيجي داخل منظومته السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية. إذا تحدثنا عن المنظومة السياسية فهي متهالكة، خاصة مع الشق الليبرالي العلماني والشق الديني المتشدد، عفوا يعني بين مزدوجتين، حتى وإن تحدثنا على التيارين فكلاهما يصب في خانة واحدة وخانة الاحتلال. يعني التيار الليبرالي العلماني فهو مع الاحتلال، والتيار المتشدد ما يسمى بالحريديم فهو مع الاحتلال، وإن فيه جزئيات يقال أن الحريديم منقسمين على أنفسهم، منهم مع دولة الاحتلال ومنهم ضد دولة الاحتلال. لكن نحن الذي يهمنا هو أن أغلب الفئة الحريديم بين مزدوجتين. في اللغة العبرية معنى الحريديم هم الأتقياء، يعني بين مزدوجتين. لكن المتطوع من هذه الفئة وصل إلى أكثر من 1030 متطوع، رغم أن قانون تجنيد هذه الفئة لم يصوت عليه بعده في المؤسسات الصهيونية، والكثير منهم متطوع داخل الجيش الصهيوني. لكن
هذا المشهد، لماذا هذا المشهد؟ لماذا هذا التطوع من طرف هذه الفئة؟ ولماذا اليوم النظام السياسي الصهيوني يطالب بتجنيد هذه الفئة؟ لأنه في حاجة ماسة إلى عدد المجندين الذين يقتلون من خلال المقاومة بضربات المقاومة. لذا كما قلت هناك إرباك تكتيكي استراتيجي هوية لدى هؤلاء الجنود الفارين. نعم. هناك من بلغ سن الإعفاء ولا يريد انضم. هذا دليل أن حيثيات المقاومة في مسارها التخطيطي، في مسلكها نحو الوصول إلى نقطة الفصل وهو النصر، إذن ونتيجة هذه الخبرة التاريخية منذ أطفال الانتفاضة إلى 2024 أصبح المسار واضح بالنسبة للمقاومة، وبدأت كل استراتيجيات الحربية واضحة في مسار المقاومة رغم أن عدد الشهداء يعني بلغ فقل 37,000 35,000 خلال 9 أشهر. خلال 9 أشهر كما ذكرتي، 200 بعدد الأيام 264 يوما. إذن هنالك خلل في التفكير الاستراتيجي، بين قوسين عفوا، ليس فكرة الاستراتيجي ولكن في العقيدة الصهيونية بعدما كانت تنقل الحرب إلى أرض العدو. اليوم العدو، اليوم الحرب هي في عقر دارها نتيجة هذه الانقسامات، نتيجة الانسحابات من أكبر القادة الصهاينة في المؤسسة العسكرية، مقابل هذا الاستمرار وهذا الالتفاف للشعب الفلسطيني نحو قادته، ونحو أن تكون الحل الوحيد والأوحد هي المواصلة في درب المقاومة من أجل اقتلاع هذا الحق وهذا المطلب الشرعي من خلال ما تعيشه من احتلال صهيوني إحلالي داخل الأراضي المحتلة. نكسة حقيقية للمجتمع المدني، القانون الدولي اليوم في وقف هذه الإبادة أمام هذا الكيان بروفيسور بن يحيى الذي لا يعطي أو يقيم وزنا لأي شيء، هل يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الغطاء الأمريكي؟ أكيد أنه مسار التحالفات استراتيجية مع الكيان الصهيوني دعمت الوجود الصهيوني منذ تأسيسه عام 1948 من طرف بريطانيا، اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الحلفاء الأوروبيين. إذن حتى بالنسبة كذلك لوجود اللوبي الصهيوني داخل صناعة القرار السياسي الأمريكي، مثلا بالنسبة لمنظمة الإيباك تعتبر منظمة صهيونية تصنع حتى القادة السياسيين المقبلين، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تستجمع أوراقها لانتخابات رئاسية مقبلة أمام الإرباك المجتمعي الذي تعيشه والمنقسم على نفسه، خاصة فيما يتعلق القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق التمويل الدفاع الذي تقوم به تجاه هذا المحتل وهذا الكيان. إذن في اعتقادي أنه الكيان الصهيوني يعيش هذا، لن أقول الثقة، ولكن هذا الدعم الاستراتيجي واللوجستيكي من طرف الحلفاء جعله يستمر في هذه الإبادة، في هذه الحرب وهذا الإجرام وهذا الإرهاب الذي اليوم باتت هذا المشهد نوعا ما أفقدته مكانته الذي كان عليها في السابق، حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي خاضت العديد من الحروب. نعم. الاستباقية ودمرت العديد من الدول الوطنية كالعراق وسوريا وغيرها. إذن أصبح الكيان الصهيوني اليوم يعيش لحظة من الكوك في رؤيته الاستراتيجية، هل يستمر في نفس الأبعاد الاستراتيجية التي تأسس من أجلها منذ عام 1948 من خلال تجسيده لأبعاد الحركة الصهيونية، وهو توسعة رقعة الحرب نحو الدول الإقليمية وتحديدا جنوب لبنان وممكن بعض الدول العربية، وكذلك توسيع نطاق التسويات السياسية بما يسمى بسياسات التطبيع. لكن فعل المقاومة واستمرار المقاومة وقوة المقاومة
والاستراتيجيات التي تقوم بها المقاومة بين الكر والفر والخطط جد مهمة التي يقوم بها المقاومة خاصة مع الأنفاق أو حرب الأنفاق إن صح التعبير. كذلك أنه بعض الأسلحة التي تحصلت عليها المقاومة من ضمنها السهم أو السهم الأحمر الذي يعتبر من أهم الصواريخ الذي جعلت من الكيان الصهيوني يعيد قراءته الاستراتيجية فيما تملكه هذه المقاومة من أسلحة. وهذه الأسلحة وصلت عقر دار الكيان الصهيوني. إذن كيف يمكن لها أن تطبق هذه الاستراتيجية من خلال توسعة نطاق الحرب إلى حروب إقليمية وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، وكيف يمكن لها القضاء على المقاومة؟ لكن يبدو أنها حوصرت من طرف فكر المقاومة كفلسفة كميدان كذلك ما تقوم به المقاومة. والنقطة الثالثة كانت هذا الكيان كان يراهن على انقسام الفصائل الفلسطينية، لكن يبدو أن هذه الفصائل توحدت تتعامل بذكاء جدا، وبالتالي أربكت هذه الرؤية رغم أن الكيان الصهيوني يملك العديد من مراكز الفكر، تقريبا 78 مركز فكر داخل الكيان الصهيوني، وخارج الكيان الصهيوني مثلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1030 مركز، ولا ننسى عدد المراكز في أوروبا. كل مركز يحوي على اللوبيات الصهيونية لصناعة الأفكار وتعبئة الرأي العام مع الكيان الصهيوني، لكن انقلب الساحر. يعني كيف لكل هذه المراكز بوسائلها بتقنياتها بخبرائها بخبرتها بمهنيتها بحرفتها في معالجة القضايا المتنوعة وقولبة الرأي العام لم تستطع في لحظة من زمن. أصبح الرأي العام الدولي يعني مرافعا حاملا معاناة الشعب الفلسطيني كما قلناها في عدة بلاتوهات، ومن هذا البلاتو أصبح شعار فري بالستاين يجوب شوارع واشنطن ونيويورك وفلوريدا وميامي ونيوجيرسي إلى غيرها من الدول الأوروبية. إذن هناك حركة تغيير جذرية تمس بنية النظام السياسي الدولي. ليس بفاعلين هؤلاء الأقوياء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، هذا ما فرغ منه، ولكن بفاعلين جدد هم يصنعون الحدث، خاصة بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة كانت أغلب هؤلاء الفاعلين كانوا مستعمرين، لكن اليوم هم مستقلين. هناك نخب، هناك وعي مجتمعي أصبح قادرا على فهم ما له حقيقة ما يجري، يعني جدا ما له وما عليه السردية الصهيونية الكاذبة. لم نعد نبحث عن ما ينبغي أن نفعل، ولكن نبحث عن أو هذه أحرار العالم يبحثون عن تحقيق الواقع الحقيقي أو الواقع في إطار ما يسمى بعملية بناء السلم ضمن الشرعية الدولية. ورغم كل هذا الزخم بروفيسور بن يحيى، الكيان لا زال يمعن في التقتيل، في التجويع، في التهجير، في كل في كل ما له علاقة بالإبادة الجماعية لهذا الشعب الفلسطيني. الأونروا تتحدث اليوم عن بلوغ المجاعة مستويات كارثية. منظمة اليونيسف تقول أن 21,000 طفل فلسطيني من بين شهيد وجريح، وهي أرقام غير مسبوقة في حروب العالم. في ظل كل ذلك الدول الكبرى ودول العالم تبقى بعيدة أو كأنها غير معنية بما يجري في ظل غلق المعابر بشكل مستمر بشكل متواصل. المعابر لا تزال مغلقة لحد اليوم. يعني عندما يكون المعبر مغلق والمساعدات الإنسانية آتية ولم تدخل هذه المعابر، فالمشهد مفهوم جدا. يعني كيف نتحدث عن الأمن الإنساني؟ أصبح الأساتذة، صدقيني يعني أستاذة من هذا المنبر، أصبح الأساتذة في القانون
الذين يدرسون الأمن الإنساني والقانون الدولي وكل ما داخل في القانون أصبحوا محرجين، يعني صحيح. إذا لم تطبق هذه المبادئ. هذه المبادئ وهذه القوانين بصفة إلزامية وردعية على ما يقوم به المحتل الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، يعني سياسة تجميع مبرمجة علنا أمام مرأة ومسمع من هذه الهيئات التي تحمل عنوان حقوق الإنسان. تحمل عنوان مبادئ الأمن، مبادئ الإنسان والحفاظ وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق، لكن على أرضية الواقع لا شيء، لا وجود لهذه المبادئ وإلزامية هذه القانون من أجل حماية ورعاية الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية. إذن هل هذا الكيان هو من يتحكم في كل هذه المؤسسات الدولية؟ هناك تساؤلات كبيرة مطروحة، سواء بالنسبة للنخب، سواء بالنسبة للمؤسسات الدولية، سواء بالنسبة للرأي العام العالمي، إن كان هذا اللوبي متحكم في كل هذه إذن لماذا أنشئت كل لماذا هذا؟ أنشئت وما دور 192 دولة داخل هيئة الأمم المتحدة؟ ألا تؤثر على هذا الكيان؟ على رغم تأسيسه في حد ذاته هو خطأ استراتيجي لم يحترم حتى الشرعية الدولية، بحكم أن أغلب الدول كانت مستعمرة. كيف تم إدخال هذا الكيان داخل الوطن العربي؟ لا علاقة له هوياتيا ولا تاريخيا ولا في بنيته السياسية. إذن هل هو من أجل إرباك المنطقة وإدخالها في صراعات؟ فهي صراعاتها في المنطقة مفككة، تم ترويضها لفوضات إن صح التعبير في هذا الجمع، يعني فوضى سياسية، فوضى اقتصادية، فوضى اجتماعية، فوضى ثقافية، فوضى فكرية. يعني تم تقطيع هذه المنطقة بدليل هنالك دول كانت دولة إلى أصبحت دولتين، وأصبح النفوذ الصهيوني موجود في كل دولة من هذه الدول. صحيح هذا النفوذ غير مرئي، لكن ما نراه من مشهد تقسيم وتفكيك فالنفوذ موجود باستراتيجيات اقتصادية واستراتيجيات أمنية واستراتيجيات البعثرة السياسية التي نشهدها في المنطقة العربية، التي من المفروض كل مقاوماتها هي وحدوية ومناصرة القضية الفلسطينية، بدليل أننا نحن درسنا فحوى القضية الفلسطينية انطلقت من مفهوم جميل جدا والصراع العربي الإسرائيلي، لكن هذا المفهوم تغاضينا عنه وانتهى وأصبح وكأن الصراع هو صراع صهيوني فلسطيني وحسب، يعني انتقل الصراع إلى نزاع وفقط، لكن هذا النزاع اليوم هي حرب شرسة بكل الأركان مكتملة من حيث ما الإبادة. يعني كما ذكرت لك منذ حين أكثر من 500 مجزرة، إلى أين؟ هل الهدف، وأكيد هذا هو الهدف، هو التصفية النهائية للوجود الفلسطيني؟ وهذه هي الأهداف غير المعلنة لهذا الكيان. نعم. الغاصب. نعم، بل صدقيني أصبحت معلنة. في كل جرائدها، يعني يديعوت، أها أرتز، مركز الفكر، لأنه فيه مشروع استشرافي للقضاء على كل مقومات هذه المنطقة التي تعتبر نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. يعني هذا اللوبي الصهيوني البروتستانتي الكاثوليكي، سميها كما شئتي، ولكن نحن أمام نقطة مفصلية في التاريخ، هذا التاريخ الهرمي الذي يلتقي نحو الكينونة الإنسانية. نحن ندافع عن مبادئ إنسانية، لا يهمنا من يكون يهوديا، مسيحيا، مسلما، ولكن الذي يهمنا هو ترقية البعد الإنساني، فما بال ما نعيشه أو ما تعيشه هذه الفئة من الإنسانية من خلال الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية لم تعد تعني فقط العرب أو المسلمين، بل هي أحرار العالم. كل أحرار العالم كانوا يهودا، نصارى أو مسلمين، لكن القضية لا هؤلاء ولا هؤلاء قادرين على وضع حد لما يحدث. هل انتهت بذلك يعني حلول الأرض، دعينا نقول، للرأفة بهؤلاء الفلسطينيين في هذه المعاناة، وننتظر حلا من السماء مدام الكل عاجز عن ردع هذا الكيان الغاصب؟ صدقيني، شعبيا بالمفهوم الإنساني الطبيعي،
الذي يتماشى مع الفطرة السليمة. نعم. نحن ننتظر هذا الحل الرباني، لكن سياسيا استراتيجيا كذا الدبلوماسية الجزائرية تتحرك. نعم. الأحرار من العالم يتحركون، الكثير من النخب تتحرك، ممكن جدا لأنه خاصة أنه الكيان الصهيوني يعيش انقسامات داخلية خطيرة جدا, جداً. فالإرباك الذي سيحدث ويحدث من الداخل الصهيوني كذلك من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، كلهم يعانون أزمات أو بنى أزموية في داخل كل دولة، سواء داخل الولايات المتحدة أو داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل خاصة مع حرب أوكرانيا. نعم. والأمن الطاقوي وغيرها. إذن في اعتقادي هذه الإرباكات الأزموية هي التي ما ستحدد انتصار الشعب الفلسطيني وفي نفس استمرار المقاومة. ففعل استمرار المقاومة له هزات سياسية واستراتيجية حتى وإن طال أمد هذه الحرب وطبعا الدعوات أن وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الاحتلال الصهيوني بروفيسور بن يحيى يتخبط كما قلنا بين القتل العسكري وبين انتكاساته السياسية. هل يوجه الأنظار إلى لبنان بعدما دمر غزة؟ ألا يدرك هذا الكيان حجم يعني الدمار الذي يمكن أن يترتب عن اتساع رقعة الحرب في حال حدوثها؟ أعتقد أن ما يروجه الكيان أنه يسعى إلى توسيعة الحرب هي فقط هستيريا يعيشها هذا الكيان، خاصة من الخسائر الكثيرة والكبيرة التي صدمته المقاومة منها من خلالها. فمثلا من حيث الاستثمار الخارجي فهناك خسارة أكثر من 65% يعاني منها الكيان، كذلك خسارة 60 مليار دولار، يعني رقم ليس بالسهل. فلا أعتقد أنه سيغامر بهذه نحو لبنان أو غيرها. ولكن على ماذا يراهن في هذه التهديدات ونحن نعلم يعني حجم التهديدات من المقاومة اللبنانية؟ شاهدنا يعني كيفية اختراق المسيرات لدفاعات الكيان الصهيوني ومختلف التهديدات. على ماذا يراهن بقوله انتهينا من غزة سنمر إلى وقادرون على شن حرب أخرى؟ الإشكال حتى في هذه الخطابات السياسية. نعم. نقوم بعملية تحليل المضمون يعني من طرف القادة الاستراتيجيين في حكومة الائتلاف وفي حكومة الحرب هذه، قالوا أنهم سينهون هذه سيقومون بالقضاء على طوفان الأقصى في غضون بعض. نعم. الأيام، يعني الدليل أنها استمرت لتسعة أشهر، هم يعانون هذه الخسارة الاستراتيجية. فبالتالي عملية التهديد هذه يمارسها من أجل الإرباك الآخر وتحديدا المقاومة. نعم. وتحديد المقاومة موجودة داخل فلسطين وخارج الأراضي الفلسطينية في لبنان وغيرها من دول الجوار. وبالتالي هو يمارس عملية الضغط وإرباك، وكذلك حتى بخلال بعض صحفهم يقولون أنه وضعوا بديلا عن المقاومة. يعني ما اسم هذا البديل؟ لا اسم له هذا البديل، لكن بقي اسم المقاومة. إذن في اعتقادي خسارة كبرى منها أو يمنى بها هذا الكيان فلسفيا من خلال سقوط كل أذرع الحركة الصهيونية بمبادئها وأهدافها. والنقطة الثانية، المؤشرات الاقتصادية كلها ضد الكيان، والنقطة السياسية والاجتماعية أنه هذه الهجرات العكسية التي. نعم. يخرج منها بعض الكثير من الصهاينة من الكيان الصهيوني إلى دول أخرى، لأنه بات لا يشعر بالأمان، بات لا يشعر بقوة فلسفة هذه الحركة الصهيونية التي أسست له مجتمع الرفاه، لكنه لم يعد يجد هذا المجتمع الرفاه. إذن سقوط العقيدة الأمنية الصهيونية من خلال مقابلتها مع المقاومة، على الرغم لو نقوم بعملية مقارنة بسيطة، يعني ما يملك هذا الكيان من كل مؤهلات عسكرية تقنية استراتيجية تكتيكية أمام مقاومة لا نعرف، ليجهل حتى ما تملك هذه. نعم. المقاومة، لكن تبقى مقاومة هي مجموعة من الأفراد، لكن أصبحوا أكثر تأطيرا وأكثر تنظيما
وأكثر تخطيطا، وهذا الذي أربك هذا الكيان من خلال خلية أسمتها بالجنود الإحتياطيين. نعم. وهذا الجندي الإحتياطي بات كما ذكرتي في منذ لحظات أصبح لا تهمه يهمه التجنيد. هناك من هربوا يعني هربوا دون إخبار القادة. في إحباط شديد. إحباط نفسي من طرف هؤلاء الجنود الصهاينة، حتى بدوا يبحثون عن جنود آخرين من خلال ما أسموهم بالحارديم. نعم. لكن حتى الحارديم أنفسهم هناك صراعات داخل القياسون ما بين من يريدون التجنيد ومن لا يريدون هذا التجنيد. إذن في اعتقادي هناك سقوط حر، وهذا السقوط سيأتي تدريجيا وإن طالت الحرب. وعندما نقول طالت الحرب يعني كم سنة؟ 10 سنوات؟ لا أعتقد، لا أعتقد، ممكن أقصى حد هي 5 سنوات. 5 سنوات الفلسطيني فلسطيني المقاوم نفسيته أكثر قوة وعزيمة عن هذا الصهيوني. نعم. أن هذا الصهيوني الذي عاش في رفاه اجتماعي وسياسي وفكري، العكس صحيح مما يعيشه الفلسطيني من معاناة، صحيح ثمن غالي سيدفعه الفلسطيني، لكن هذه ضريبة الحرية، الحرية الحقيقية، وليس تلك الحريات التي نمذجها الكيان الصهيوني وغيره من حلفائه، التي باتت عبارة عن تشويش لأفكار وتشويش لأهداف وتشويش كذلك لحقيقة الإنسان وجوهر الإنسان، وهو أن يدافع عن القضايا العديدة. وهذا ما ترافع عنه الجزائر منذ الاستقلال وقبل الاستقلال، وهذه ولا زال يعني المشوار متواصل. نعم. بنفس طويل لهذه الدبلوماسية. نعم. الجزائرية. آخرها ما قاله كما تفضلت قبل قليل سفيرنا بن جامع أن الناس في غزة تموت جوعا، ويجب أن يحاسب هذا الكيان على هذا الدمار. إذا تحدثنا عن الجانب السياسي بروفيسور بن يحيى، نحن نتحدث عن ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية أمس أن مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على المقاومة الفلسطينية، في حين أن المقاومة تقول أن موقفنا لا يتغير. يعني الإدارة الأمريكية في حد ذاتها مقسمة على نفسها. يعني عندما أشار إلى مخطط بايدن، فالمقاومة كانت صريحة جدا في قبولها، في قبول هذه الخطة عفوا في قبول هذه الخطة، ورحبت بهذه الخطة بكل دبلوماسية وبكل واقعية. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلالها الكثير من الحلفاء لا يسعون إلى وقف هذه الحرب نتيجة مجموعة من المخططات تجاه المنطقة العربية، والمخطط هو اقتصادي أكثر منه سياسي، وكذلك احتواء هذه المنطقة سياسيا وكذلك اقتصادي. إذن في اعتقادي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلالها الحلفاء الأوروبيين هو مجرد إلهاء سياسي وإلهاء نفسي من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية، لأنهم عندهم حساسية من مفهوم المقاومة فأربطوها بالإرهاب، بدليل أنه في بعض الكثير من الأحيان يتهمون كل إرهابي كل مقاوم هو إرهابي. نعم. لكن المشهد العالمي أثبت أن المقاومة شيء والإرهاب شيء آخر. ولكن الإرهاب هو مرتبط اليوم بالكيان الصهيوني، ما فعله ويفعله من فظائع داخل الأراضي المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. يعني قالوا بأن شمال الغزاويين يجب أن يتجهوا نحو خان يونس، ومن خان يونس إلى الجليل، ومن الجليل إلى جنوب غزة، لكن في كل مرة يضربون ويقتلون ويقطعون ويزجرون ويدمرون ويبيدون. إذن المعنى أنها هي إبادة عرقية واضحة جهارا. إذن من هو الإرهابي؟ بات الإرهاب لصيقا بهذا الكيان، ومن هو المقاوم؟ هي هذا الشعب الذي يريد حقه وحسبه. بالتالي اليوم حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعيش هذه البعثرة السياسية، تعيش هذا كيف يمكن ازدواجية، كيف يمكن لها حل هذه القضية. واليوم لم نعد نبحث عن تسويات، يا إما الحل
يا إما المواصلة في الحرب. حتى اليوم الفلسطينيون انتهت قضية التسويات من أوسلو إلى اليوم، هي حل هذه القضية حل بخروج الكيان الصهيوني، باتت الأمور كلها واضحة. واليوم أحرار العالم فصلوا في موضوع القضية الفلسطينية من خلال نجاح المقاومة داخل الأراضي المحتلة، كذلك نجاح المقاومة في إيصالها نحو كل ربوع العالم الذين كانوا جاهلين بفحوى وهدف المقاومة الفلسطينية وهدف القضية الفلسطينية، وما هي القضية الفلسطينية، وما هي مقاصد القضية الفلسطينية، ومن هم الفلسطينيون، عكس ما تم ترويجه من طرف لوبيات الكيان الصهيوني على أساس أنهم صنعوا لنفسهم دور الضحية. لكن هناك ازدواجية بين الضحية والمجرم، فباتوا هم الضحايا وهم المجرمون. هم المجرمون، لكن في حقيقة الأمر الضحايا هم الفلسطينيون. إذا كانت الضحايا والمجرمون من هنا، فهنا الضحايا والمقاومون، فكلا المقاربتين لا تلتقيان ولا عامل مشترك معه بينهما إلا القول الفصل وإلا القرار الفصل، وهو إنهاء هذه الحرب. وأن نلاحظ يعني في هذا التوقيت بالذات بروفيسور بن يحيى تزايد عدد الدول المعترفة رسميا بفلسطين، بعد آخرها أرمينيا كخامس دولة. إلي بدا هذه الدول اليوم هي تفضل الوقوف في الصف، يعني صف الحق أمام التاريخ، أو نصف يعني الزمن الحقيقي والحق في تاريخ اليوم. مهم جدا هذا الاعتراف، لأنه أعتقد أن أرمينيا هي الدولة 148 أو 49 دولة، نقول 148 دولة، يعني من أصل 192 دولة، 192 دولة موجودة في هيئة الأمم المتحدة، 148 دولة تعترف بفلسطين دولة. بمعنى ماذا تبقى؟ يعني القليل منهم من يعترف بهذا. إذن الكيان الصهيوني اليوم هو في خطورة، على الرغم أن أغلب الدول التي اعترفت هي في نفس الوقت معترفة بهذا الكيان، لكن وكأنها استفاقت بأنها أخطأت في خيار الاعتراف، وأن صاحب الحق هي هؤلاء الفلسطينيون. وبالتالي هذا الرقم 148 من كل القارات الخمسة أصبح يركبك الكيان الصهيوني دولياً إقليمياً وكذلك داخلياً. فمسار القضية الفلسطينية، مسار اليوم أصبح واضح جداً، ليس أمام الستار، ولكن اليوم أصبح القضية يعني علني في إطار علني إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، رغم كل التلفيقات للكيان الصهيوني من خلال الخوارزميات. يعني هم لهم جنود مجندة لتشويه المعلومة من خلال هذه الخوارزميات التي تتحكم فيها في إطار وسائل التواصل، لكنها لم تستطع أن تفعل شيئا. فالحقيقة باتت واضحة ظاهرة بائنة، أنه هو المغتصب، وأنه هو الإرهابي، وأنه هو المجرم، وأن القضية الفلسطينية أصبحت يحملها كل من هو فلسطيني وغير فلسطيني، حتى وإن كان أجنبيا وإن كان متدين أو غير متدين. وهذه نقطة مهمة، أسقطت الاعتراف الدولي للكيان الصهيوني في معضلة أخرى، من أجل أين هو بناء السلم، أين هي الشرعية الدولية، أين هو القانون الدولي، أين هي الأفق التي من خلالها ترسم لتحقيق العدالة أو تحقيق فحوى القضايا العادلة. ولذلك الجزائر دوما ترافع من أجل الموضوع تحقيق شكراً العدالة الشاملة، شكراً وخاصة على رأسها القضية. شكرا لك يا البروفيسور نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على الحضور الكريم والاستفاضة. شكرا مشاهدينا الأفاضل إلى فعاليات معرض الجزائر الدولي الذي يسجل مشاركة أجنبية هامة مهتمة بشراكات مربحة مع الجزائر على ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وانفتاح. حنان بورايو ضعينا في صورة هذا الحدث الاقتصادي.
إذن أكيد فعاليات المعرض الدولي للجزائر في طبعته 55 متواصل، حيث كل أجنحة العرض المتواجدة على مستوى قصر المعارض مملوءة بمنتجات متنوعة، سواء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تعرض منتجات تنافسية، منتجات ذات جودة، وحتى المؤسسات التي تمثل 32 دولة أجنبية الحاضرة هنا في معرض الجزائر. إذن والاكتشاف ما تسخر به الإنتاج الوطني وخاصة منه في يعني شعبة الصناعات النسيجية. نتواجد كما ترون في هذا الجناح الخاص بالمنتوجات النسيجية للشركة الجزائرية شركة تابيدور الرائدة في مجال الصناعات النسيجية. ولمزيد من التفاصيل يحضر معي السيد يحيى بلول وهو المدير التجاري لمؤسسة تابيدور. أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. إذا يعني قل لي، مؤسسة تابيدور عندها يعني ذات إنتاج جزائري، يد عاملة جزائرية، إبداع جزائري، لها مكانتها هنا في الجزائر وحتى على المحافل الدولية. يعني أعطينا فكرة كيف تطورت هذه الشركة ووجودكم أيضا في هذا المعرض. تابيدور هي شركة جزائرية عندها 40 سنة وجود في السوق الوطني. بدأت الإنتاج عام 1983، متخصصة في سجاد، بدأت تخصصها في إنتاج سجاد البيوت، بعد تطورت عبر السنين في إنتاج الموكات وإنتاج العشب الاصطناعي المستعمل حاليا في ملاعب كرة القدم، وكذلك في البادل وفي التنس. هذا آخر منتوج عندنا طبعا. ولجودة منتوجاتكم ملاعب القدم ليست فقط في الجزائر، رأينا بأن تابيدور كانت لها مشاركات أيضا في يعني في فرش ملاعب في منافسات إفريقية عالية المستوى. نعم، شاركنا شركة تابيدور في وضع سجاد الموكات دائر بالملعب، فيها لوجو رموز المباراة ورموز المنافسة. جابتني يعني صيت كبير وعاونتنا في عملية تصدير في الحالي، في الوقت الحالي احنا عندنا عملية تصدير كبيرة إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى أمريكا، إلى كندا، إلى الدول المجاورة في ليبيا مثلا، في موريتانيا والنيجر. إذا الممتاز هو منتوج جزائري يلقى طلبا كبيرا. أنتم كمؤسسة يعني تشكلون اليوم مثلا أعلى، بدأتم صغار ثم أصبحتم اليوم كبار، سواء على المستوى المحلي الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. يعني السر في شركة تابيدور وقد يكون نص ربما للشباب المستثمر الجديد ذو التجربة القليلة في مجال الاستثمار. يعني ما هو سر نجاح تابيدور في الجزائر وحتى في دول الخارج؟ هي سر، ما كانش سر، هي العمل والمثابرة أول شيء، والإيمان بالنجاح. ومؤخرا الدولة الجزائرية يعني أخذ مسار تدعيم الإنتاج الوطني، بالتالي شركة تابيدور قامت باستثمارات كبيرة نلخصها في تقريب 5 مصانع جدد تمكننا فيها من إنتاج الخيوط اللي هي المادة الأولية لصناعة السجاد، منتوجة عندنا بالشركة، والألوان كذلك منتوجين عندنا بالشركة. الممتاز سيد بلول، ربما كما تابع كل الجزائريين على قنوات التلفزيون الجزائري، عندما افتتحت الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي كان للسيد رئيس الجمهورية زيارة لجناحكم، ودار هناك حديث يعني هو دائما يلح على تطوير الإنتاج الوطني، على جودة الإنتاج الوطني لكي يرقى إلى مستوى تنافسي. يعني هل لنا أن نعرف ما دار بينك وبين الرئيس خلال الافتتاح؟ نعم، صحيح، شرفنا السيد الرئيس بزيارته وكان شرف عظيم لنا. درنا إشارة على مشاركتنا في تسجيل المسجد الجزائري الكبير، بحيث أن السجاد من صنع جزائري 100% مصنوع في تابيدور. ممتاز، يعني هذا كان شرف لنا وكان عاجبه هو، وقال لي ادلنا إشارة على هذا الشيء. يعني السجاد الأزرق الموجود في قاعة الصلاة الكبرى هو 100% سجاد مصنوع بالجزائر بتابيدور، وتصميم من ديزاينر يعني مصممين جزائريين، تقريبا 100% جزائري. الحمد لله. شكرا لك سيد يحيى بلول المدير التجاري لمؤسسة تابيدور. طبعا ونحن نفخر ونسعد بوجود إنتاج وطني جزائري ذو جودة، نفخر به على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي، ومواصلة أيضا لاكتشاف ما تجود به الإنتاج الوطني وما توصلت إليه حتى المؤسسات الوطنية التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين إنتاجها وولوج الأسواق العالمية. تحضر معي السيدة ياسمين وهي ممثلة الشركة الجزائرية
الصحيه للنسيج والجلود شركه جيتس. اهلا بك ياسمين. يسلمك، اهلا بكم انتما ثاني. اذا يعني هلا ياسمين ان تكلمينا على مشاركتكم في هذا المعرض واهميته للترويج لانتاج الجزائر الوطني، خاصه وان المعرض توجد فيه شركات اجنبيه. الوغ نعرفكم بالمؤسسه تاعنا، هي المؤسسه القابضه جيتكس المختصه في الصناعه النسيجيه والجلديه. الوغ حنايا اون سبيسياليزي في لا برودكسيون ناسيونال، عندها بليزيور فيليال. احنا عندنا بليزيور فيليال دو برودكسيون، هما الوغ عندنا تيكزالك، عندنا تي دي ا ليذر اندستري، عندنا سي اش كونفيكسيون اي ابيمون اي اسيد. اذا ممتاز. طبعا هذه الشركه كان لها ايضا يعني تشارك في المعارض الوطنيه، وكان مؤخرا وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهوريه لكم مشاركات في معارض دوليه في موريتانيا، في السنغال، في تنزانيا، ومؤخرا في ليبيا. يعني اهميه وجود انتاج وطني يروج له في هذه المعارض الدوليه الدائمه. Alors, Hnaya, c'est vrai qu'on a eu la chance de participer à plusieurs foires internationales qui m'ont été la Tanzanie, la Mauritanie, Sénégal, l'Égypte, Hadouma Kamel. C'est pour élargir le portefeuille client terna et ou باش نعرفوا المنتوج تاعنا على خارج الوطن. اذا وايضا يعني ما هي المستجدات لدى يعني منتجات جيتكس؟ نحن نرى بان هناك تنويع في الانتاج، وهناك ايضا عمل على الجوده وعلى ان تكون هناك يعني نماذج ترقى لذوق المواطن الجزائري الذي يعني له ذوق صعيب نوعا ما من اجل اقناعه بالمنتوج. اكزاكتومون. الو حنايا لو بوت تاعنا هنايا سي باش نعرفوا المنتوج تاعنا على نطاق الوطن وخارج الوطن، وحنا ماذا بينا كل مواطن يلبس كما نقولوا ميد ان بلادي. ولهذا الوغ حنايا رانا حابين نديروا دو برودوي جدد هكذايا وباش ان شاء الله يعجبوا المواطن تاعنا. طبعا وعلى يعني حديث ميد ان الجيريا انتاج جزائري، لاحظنا منذ قليل اقبال كبير من المواطن الجزائري على اجنحتكم. اكزاكتومون. الو حنايا الو عندنا بزاف الزائرين وعجب لهم فريمون لو برودوي تاعنا، وقالوا لنا يعني ماذا بهم يلبسوا غير منتوج بلادي، والحمد لله الجوده تاعنا راهي مليحه، وان شاء الله لو بوت تاعنا سي بوكو بلوس داميليوري لو برودوي تاعنا، اي اوسي باش يكون سور ليشيل ناسيونال معروف من عند كامل الناس، اي بوركوا با بيان سور ليشيل انترناسيونال. اذا ممتاز. وحسب يعني حول السوق المحليه لجيتكس، يعني تقييمكم للسوق المحليه هنا في الجزائر، لكم يعني زبائن مؤسسات وطنيه وايضا يعني من نقاط بيع موجوده ربما على مختلف جهات الوطن. عندنا محلات بزاف عبر الوطن، عندنا 24 محل وهما تابعين الجاكيت كلوب كي اون فيليال دو كوميرساليزاسيون، هي نقاط البيع على انحاء الوطن. فوالا. طبعا وايضا كان لكم تصدير. نعم كان لنا تصدير، صدرنا ديرنييرمون اون في اون اكسبورتاسيون تاع لو تيشو جين اون كولابوراسيون مع تايال، ودرنا ليكسبورتاسيون ايضا تاع لو كوير. اذا ممتاز، شكرا لك ياسمين على هذا المرور. نعم هو الانتاج الجزائري يطور يبتكر من اجل يعني تلبيه حاجيات السوق الوطنيه وايضا ولوج الاسواق الاقليميه والافريقيه او الاسواق العالميه. طبعا هي كلها توجيهات جديده يعني تجسدها الجزائر يوما بعد يوم من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني، تحقيق امن اقتصادي، تحقيق امن على مختلف الاصعده. نلبس جزائري، نستهلك جزائري. الجزائر التي تحولت من بلد مستهلك وبلد مستورد الى بلد منتج ومصدر، كلها يعني نتيجه لاصلاحات اقتصاديه عميقه ونتيجه ايضا لاستراتيجيات ناجعه جعلت الجزائر رائده اقتصاديا على المستوى المحلي، وقد صنفت كثاني اكبر اقتصاد في افريقيا. شكرا زملائي والعوده اليكم. شكرا جزيلا لك حنان بوراي على هذه المتابعه، سنعود اليك لاحقا للاستفاضه اكثر حول هذا الحدث الاقتصادي الهام. الان مشاهدينا الافاضل الاستوديو رقم واحد موجز بأهم الأنباء مع أسماء تركي، إليك أسماء. شكرا جزيلا لك يا عفاف. مشاهدينا نلتقي بعد الجينيريك. لك يا أسماء أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل إلى هذا الفضاء الإخباري. الآن نتحول إلى سكيكدا وقطاع الفلاحة فيها الذي يعرف انتعاشا في العديد من الشعب الفلاحية. حققت فيها الولاية ريادة وطنية. للاستفاضة نربط الاتصال المباشر مع السيد ربيع حمزاوي مدير المصالح الفلاحية والمتواجد بمحطتنا الجهوية من قسنطينة. سيد حمزاوي مساء الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. منها من خلالي
منهجية صارمة تعمل. مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة السيدة المحترمة. أهلا بك سيد حمزاوي. أهلا بك سيد حمزاوي، نقف بداية معك عند أبرز المنتوجات الفلاحية التي تشتهر بها ولاية سكيكدا الساحلية. شكرا سيدتي. ولاية سكيكدا هي ولاية فلاحية بامتياز، مساحتها 131 ألف هكتار، تتوفر على عدة شعب فلاحية تتصدرها زراعة الطماطم الصناعية وكذلك الخضروات بكل أنواعها وكذلك الفواكه والحمضيات والبطاطا الموسمية والبطاطا البذور وكذلك تكثيف البذور بالنسبة للمحاصيل الكبرى. هذه الولاية ذات امتياز فلاحي تتوفر على قدرات فلاحية بامتياز. حاليا وفرنا كطماطم الصناعية التي تعتبر رائدة في الطماطم الصناعية حوالي 6300 هكتار للسنة هذه 23-24. نعم. قمنا بتوسيع مساحات هائلة بالطماطم الصناعية خاصة بالمنطقة الشرقية بولاية سكيكدا ومنها بلديات بكوش الأخضر وجد السعدي محمد وعزابة وبن عزوز، أين قمنا بتوسيع هذه المساحة ب 6000 هكتار إلى جانب بلديات مزاج تشيش وسيدي مزغيش وكذلك الحروش وصالح بوشعور بحوالي 300 هكتار. بالنسبة لهذه المساحة نتاع الطماطم الصناعية تتوفر على محيط سقي فلاحي بامتياز، هذا المحيط يأتي من سد زيت العنبة بمكوش الأخضر يمر ببلدية عين شرشار ويصل إلى بن عزوز وجند السعدي محمد بمساحة إجمالية تقدر ب 3359 هكتار. هذه بالنسبة للطماطم الصناعية. كذلك توجد عدة وحدات للطماطم الصناعية يعني لمصبرات الطماطم الصناعية. نعم. ذات قدرة إنتاجية للمصبرات تقدر بحوالي 8000 طن يوميا. عدد المكتتبين للطماطم الصناعية الذين قاموا بتعاقد مع هذه الوحدات الصناعية لتحويل الطماطم الصناعية يقدر بحوالي 980 فلاح بولاية سكيكدا خاصة في المنطقة الشرقية منها. نعم. إلى جانب الطماطم الصناعية نجد منتجات أخرى كالبطاطا. البطاطا التي تتربع على مساحة حوالي 4000 هكتار منها 1250 هكتار بطاطا بذور، أين تتصدر ولاية سكيكدا يعني المرتبة الأولى فيما يخص بذور البطاطا، حيث تقوم هذه الولاية بتصدير أو بما يعرف بتمويل ولايات حوالي 15 ولاية بهذه المادة الحيوية. نعم. كذلك ولاية سكيكدا من خلال المناخ حيث سجلنا هذه السنة أكثر من 700 مليمتر مما ساعد في توفير يعني قدرات إنتاجية بامتياز خاصة في الحبوب، حيث تعتبر ولاية سكيكدا ولاية رائدة في تكثيف حبوب أو ما يعرف بالبذور، تكثيف البذور، وتعتبر من ولاية الرائدة في هذا المجال، حيث سجلنا هذه السنة زراعة 34 ألف هكتار من البذور يعني من الحبوب. نعم. بكل أنواعها، قمح صلب، قمح لين، شعير وحرطال، وتتصدر. نعم. قمح الصلب يتصدر المساحة. سيد حمزاوي، نعلم أن العديد. نعم. من الشعب الفلاحية تبقى فيها ولاية سكيكدا تحتل الريادة، ولكن سنعود إلى ذلك لاحقا. لنتحدث الآن عن الطماطم الصناعية وحملة جنيها في ظل قدرات معتبرة من ناحية الإنتاج وكذلك من ناحية التحويل. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعدته زميلة نعم هذا الحوار الذي أجرته الزميلة سلمى خواني مع رئيس الغرفة الفلاحية بولاية سكيكدا، ثم لنا عودة لاستكمال النقاش معك سيد حمزاوي.
نعم زملائنا، إذا مساء الخير، مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المباشر. إذا نحن اليوم متواجدون في ولاية سكيكدا للوقوف على إحدى أهم الشعب الفلاحية التي تزخر بها هذه الولاية، وهي شعبة الطماطم الصناعية التي حققت فيها طيلة عقود من الزمن نجاحا باهرا وقفزة نوعية جعلتها تحتل الريادة بتغطيتها لنسبة 50% من الإنتاج الوطني لهذه المادة. ومن أجل تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نسعد بأن ينضم إلينا السيد مراد برقوق رئيس الغرفة الفلاحية بولاية سكيكدا. أهلا وسهلا بك سيدي. شكرا شكرا. ولاية سكيكدا هي ولاية فلاحية وخاصة في الطماطم الصناعية، ننتج ما يقرب 50% تاع احتياجات الوطنية. عندنا 1200 فلاح يمارسوا هذا النشاط، 1200 فلاح يمارسوا هذا النشاط. العام هذا عندنا 6300 هكتار، الانتاج هو 6 ملايين قنطار. الموسم هذا بدينا نحضروا فيه من شهر جانفي، بدينا مع الفلاحين وتبعناهم كي يعادوا في شتلة، ووفرنا لهم كل الأسمدة، وفرنا لهم كذلك المياه باش يسقيوا. أعطينا 20 مليون متر مكعب مخصص للطماطم الصناعية في الناحية. دونك المشكل تاع الماء دين عليه الفلاحين العام هذا. الإنتاج يجي برب إن شاء الله 800 حتى القنطار. العام هذا نسينا في العام اللي فات، اللي جاء عام يعني شوية صعيب على الفلاحين. نعم، نتحدث عن العوامل التي ساهمت في إنجاح هذه الزراعة هنا بولاية سكيكدا وجعلها تحتل على مر السنين المرتبة الأولى عبر ولاية الوطن. اولا انتاج الطماطم بديناه منذ تقريبا 40 سنه وحنا نتبعوا في الناحيين. الانتاج هذا يتطور من عام لعام. اليوم الحاجه الاولى اللي بدينا فيها هو باش كبرنا في لاكاباسيتي ترانسفورماسيون. 2020 كانت فيها 6500 طن، عند 3 وحدات 6500 طن يتحول في اليوم، واليوم في العام هذا رانا وصلنا ل 9500 طن، وبرب ان شاء الله راس العام نوصلوا حتى 12000 طن تتحول في النهار. إذن هناك تحفيز للفلاحين المنتجين لهذه الشعبة هنا بولاية سكيكدا من طرف الدولة. كاين تحفيز من اولا في الاسعار، 4 دينارات لكل كيلو للفلاح، ودينار و50 للمحول. وكذلك حنايا رانا حنا كغرفه او كمديريه الفلاحه نرافقوا هذا من الفلاحين من يبداو يغرسوا حتى لشن. واليوم الحمد لله زارنا سيد الوزير ومد الانطلاق تاع حمله الطماطم الصناعيه. كذلك مدولهم ديزافونس باش يخدموا. العام هذا كانت مساعده من عند المحاولين ومرافقه من عندنا، والحمد لله نظن العام هذا رجعوا الخساره تاعهم، وعام بربي ان شاء الله مليح ويكون فايد على مستوى الوطني، يكون فايد كبير يعني نفوتوا التحقيق تاع التحقيق يعني تاع البلاد، وكذلك يكون عندنا فايد لنجموا من بعد نسوقوه خارجي. شكرا لك سيدي مراد برقوق، انت الذي كنت ضيفنا لما بعد المنتصف. اذا 6 ملايين قنطار هو متوقع الانتاج لشعبه الطماطم الصناعيه هذا العام بولايه سكيكدا، وهو ما سيحقق قسطا كبيرا من اكتفائنا الذاتي لهذه الماده ويسرع الخطى نحو التخلص النهائي من الاستيراد.
شكرا لك سلمى خيواني ولضيفك الكريم على هذه المتابعة. عودة إلى السيد حمزاوي الربيع مدير المصالح الفلاحية لولاية سكيكدا المتواجد معنا عبر محطة قسنطينة الجهوية. سيد حمزاوي، تابعنا في هذا الحوار تأكيد على مرافقة الدولة لمجالات الاستثمار الفلاحي لا سيما في الصناعات التحويلية بما فيها الطماطم الصناعية. ما هي آفاق هذه الشعبة لديكم في ولاية سكيكدا بما يوفر أو يتيح الاكتفاء الذاتي التام ويعزز أيضا فرص التصدير؟ بالنسبة لقدرات هذا التخزين كما سبق وأن قالها السيد رئيس الغرفة الفلاحية، 6 ملايين قنطار منتظرة إن شاء الله لهذا الموسم. عندنا يعني هذه الوسائل، يعني هذا الشيء هذا جاء من خلال دعم الدولة للفلاحين. نعم قمنا بدعم الفلاحين، عندنا أكثر من 656 فلاح استفادوا من دعم الدولة لهذه السنة، كذلك هذه ب4 دينار للكيلوغرام الواحد، وكذلك دينار فاصل 5 دينار لمراكز التحويل. بالنسبة لآفاق زراعة الطماطم الصناعية في ولاية سكيكدا، الحمد لله يعني هذا الموسم جاء موسم وفير بإنتاج وفير جدا، مما يحافظ الرياضة لولاية سكيكدا في المرتبة الأولى، وتمثل حوالي 50% من الإنتاج الوطني للطماطم الصناعية، وتوقيف يعني تام للاستيراد من هذه المادة. يعني الحمد لله هذه المادة أصبحت ضرورية ونحافظ عليها، وكذلك كل سنة نقوم بتوسيع مساحة الطماطم الصناعية نظرا لما يقوم به الفلاح من تقنيات حديثة في هذا المجال. نقوم بدعم الفلاح بالأسمدة 50%، يعني لأن الطماطم الصناعية تعتبر من الزراعات الاستراتيجية في البلاد. نقوم بدعم الفلاح بتوفير الأسمدة ب 50%، وكذلك يقوم تعاقد مع الفلاح وبين الفلاح وكذلك وحدة التحويل، وقمنا بمرافقة الفلاحين من خلال رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية المتواجدين في عين مكان منذ بداية بذور الطماطم إلى الجني، مرورا بجميع مراحل المسار التقني من مكافحة الحشرات إلى الأمراض الفطرية وما شابه ذلك. وفي هذه الفترة تقوم فرق من مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية بزيارة جميع الفلاحين المنتجين لهذه المادة الاستراتيجية، وهذا لتقديم النصائح وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالسقي الفلاحي. والحمد لله عندنا محيط زيت العنبة هو الذي يعني كما أشار إليه السيد رئيس الغرفة، هذه السنة من خلال زيارة وزير الري استفدنا ب 20 مليون متر مكعب، وهذا يكفي لزراعة أكثر من 6000 هكتار. كذلك من خلال الزيارة التي قام بها يوم أمس السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي أعطى يعني كولاية سكيكدا ولاية نموذجية، ولاية رائدة في مجال الطماطم الصناعية. نعم. مما يؤثر إيجابا على الفلاحين بمباشرة هذه المادة الاستراتيجية لغرسها وتوسعها في المستقبل، وكذلك في الدعم الفلاحي الذي تكنه الدولة منذ بداية الألفية خاصة في هذه المادة الاستراتيجية. نعم. وكذلك الدور الذي لعبته السيدة ولي ولاية سكيكدا في دعم الفلاحة بولاية سكيكدا وخاصة في المرافقة الميدانية، وأعطت هذا القطاع يعني قطاع حيوي، قطاع نعم حيوي في ولاية سكيكدا. سيد حمزاوي سيد حمزاوي، نعم، مع زيارة وزير القطاع أمس أيضا أعطيت إشارة الانطلاق بالنسبة لحملة الحصاد والدرس بالولاية مع انخراط فلاحي الولاية في المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية، كيف تسير الأمور؟ نعم، من خلال زيارة السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوم أمس، وهذا لإعطاء إشارة الانطلاق لحملة الحصاد والدرس، قمنا بزيارة مزرعة نموذجية داودي العربي ببلدية الحروش، حيث أعطيت هناك إشارة الانطلاقة لهذه الحملة يعني حملة الحصاد والدرس،
وكانت كذلك ولاية سكيدة ولاية سباقة رائدة في تكثيف البذور. وفرنا جميع إمكانيات لهذه الحملة. نعم. حيث مساحة تقدر ب 34,160 هكتار. وفرنا جميع الإمكانيات من آلات الحصاد إلى جرارات إلى شاحنات إلى صهاريج، يعني جميع الإمكانيات المادية والبشرية وفرت لهذه الحملة، والحمد لله سارت بأحسن ما يرام. وحاليا عندنا جميع مخازن الحبوب أو ما يعرف بمستودعات الحبوب التي تتكون من 8 مخازن بولاية سكيدة. نعم. بقدرة استيعاب تقدر ب 600,000 قنطار. ولاية سكيدة الآن يعني جميع هذه المستودعات يعني مفتوحة أمام الفلاحين، وهذا لدفع منتجاتهم. وقمنا بتكوين يعني شباك موحد مكون من مديرية المصالح الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكذلك صندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، ومديرية البقول وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وهذا لكي يستفيد الفلاح من مستحقاته في ظرف وجيز جدا عكس السنوات الماضية. وفتحنا هذا الشباك بتعاونية الحبوب لينطلقها يعني، وفي زيارة لجميع رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية لكي باش يشوف الفلاح هنا يعني ليدفع المنتوج نتاعو يستفاد في اسرع وقت ممكن من مستحقات، وهذا تشجيعا له على. وكذلك نقوم بدوريات لجميع الفلاحين. نعم. باش يدفعوا المحصول نتاعهم كامل حسب تعليم السيد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه، وهذا دعم للدوله حيث الفلاح استفاد من برنامج يعني الذي يعني استفاد من التدابير التي اقرها السيد رئيس الجمهوريه في شهر اكتوبر في اول اكتوبر 2023، حيث امر بدعم الفلاحين بالبذور والاسمده بالمجان. وكانت ولايه سكيده ولايه سباقه في هذا المجال، حيث احصينا اكثر من 2280 فلاح استفادوا باكثر من 29,800 قنطار من البذور الى جانب الاسمده مجانا، مما دفع الفلاحين الى تكثيف هذه المحاصيل الكبرى. والحمد لله الخير كبير هذه السنه ان شاء الله بولايه سكيده فيما يخص الحبوب. نعم، بالنسبة لعملية الإحصاء العام للفلاحة التي أيضا تعتبر من أولويات القطاع، ما نسبة التقدم فيها في ولاية سكيكدا وحجم إقبال الفلاحين على هذه الخطوة المهمة؟ نعم، فيما يخص الإحصاء العام للفلاحة، من خلال أول اجتماع بالمجلس التنفيذي تحت إشراف السيدة ولي ولاية سكيكدا، حيث قمنا بإنشاء لجان ولائية ثم بلدية، بدأت العملية في 19 ماي 2024 ببلدية الحدائق تحت إشراف السيد الوالي، حيث قمنا بإحصاء 44,440 مستثمرة فلاحية متواجدة بولاية سكيدة. خصصنا 202 عون إحصاء، خصصنا 202 مسار أو ما يسمى بديستريكت أو زوناج، كذلك خصصنا 50 سيارة تنقل لأعوان الإحصاء، و42 مراقب لهذه العملية، و2 مشرفين ولائيين إلى جانب مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية. العملية إلى حد اليوم سجلنا أكثر من 62.6% من هذه العملية، والحمد لله العملية متواصلة، وولاية سكيدة يعني من الولايات الرائدة كذلك في الإحصاء يعني في لوطو يعني في نسبة تقدم الإحصاء، وهذا نظرا لجميع الإمكانيات المتوفرة. وقمنا بتحسيس الفلاحين عبر محطات الإذاعة وكذلك في الصحف والحملات التحسيسية وكذلك عبر المساجد، وهذا لحس الفلاح للانخراط في عملية الإحصاء، وهذا خاصة الفلاحين الذين لا يملكون بطاقات الفلاح. سوف في نهاية الإحصاء إن شاء الله نقدم لهم شهادة الإحصاء يمضيها السيد مدير المصالح الفلاحية. هذه الشهادة الإحصاء التي يستفيد منها الفلاح المعني يستطيع أن يستعملها في الغرفة الفلاحية للاستفادة من بطاقة فلاح
وفي أمور أخرى خاصة بالدعم الفلاحي. شكرا جزيلا لك السيد ربيع حمزاوي مدير المصالح الفلاحية لولاية سكيكدا على كرم المشاركة معنا. شكر موصول للزملاء في محطة قسنطين الجهوية على ضمان هذا الإرسال المباشر. شكرا جزيلا استاذ. شكرا. فاصل مشاهدينا ونعود. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية الصيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد. بمخزونها الطاقوي وثروتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. على غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي، هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن. الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. للتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط فؤاد حماني للتلفزيون الجزائري. من ولاية الصيف راسلكم السعيد بلونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعوني مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجل. محمد العيد لبيهية من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية عامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية شلف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل إلى غليزان الآن ورهانة تربية المائيات في المياه العذبة. للاستفاضة نسعد كثيرا باستقبال السيد سامر الجلالي مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية غليزان. سيد الجلالي مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا ومرحبا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف خلق الله محمدين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شكرا لكم على هذه الدعوة وعلى أمل أن نوفق لما جئنا إلى أجله. أهلا وسهلا بك سيد جلالي. نظم يوم أمس يوم دراسي حول الاستثمار في تربية المائيات بالمياه العذبة، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الحدث الذي ترافق مع زيارة وزير القطاع؟ شكرا سيدة الكريمة. بالنسبة لي اليوم الجهوي للاستثمار في تربية الأسماك أو تربية المائيات في القارية أو تربية المائيات في المياه العذبة، واللي كان على هامش زيارة السيد معالي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية غليزان. اليوم الدراسي هو يوم جهوي يشمل كل الولايات، ولايات الوطن، الولايات الغربية للوطن. اليوم الدراسي تخللت على معرض يعني يشمل كل ما توصلنا ليه من يعني مؤسسات تربية المائيات أو مؤسسات الصيد القاري أو نشاط تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، وكذلك كل الهيئات الإدارية والقطاعات التي لها علاقة وطيدة بقطاع الصيد البحري، كذلك أجهزة دعم تشغيل شباب، البنوك، مؤسسات التأمينات وكل المتداخلين سواء مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع،
كذلك تدخلت وتخلل عفوا عديد من المداخلات حول واقع وآفاق تربية المائيات بولاية خليزان، وكذلك الولايات اللي نشرف عليها على اعتبار أنه مديرية السيل البحري وتربية المائيات لولاية خليزان هي مديرية ذات طابع جهوي، تشرف إضافة إلى ولاية خليزان كل من ولاية تيارت ومعسكر. كذلك كانت للجامعة على اعتبار أنه صرح علمي، واليوم الجامعة أصبح شريك وشريك فعال في البحث العلمي. الجامعة كذلك لها كانت لها مداخلات حول تربية المائيات والبحث العلمي، وكانت كذلك على هامش هذا اليوم الدراسي الإمضاء على عديد من الاتفاقيات، الاتفاقية الأولى مع جامعة أحمد زابانة لولاية غليزان، وكذلك اتفاقية مع مصالح الفلاحية لولاية غليزان، وكذلك مديرية التكوين والتعليم المهني. يتحدث أكثر سيد الجلالي عن أبرز مثلا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة لعملية الاستثمار في تربية المائيات في الولاية. شكرا. بالنسبة للاستثمار في تربية المائيات، اليوم نبدأ ربما من العموميات حول تربية المائيات في 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 العالم. اليوم سنة 2024 يعني الإنتاج العالمي من تربية المائيات تتعدى الإنتاج من الصيد البحري، هذا أولا، 61 إلى 62% من منتوج تربية المائيات على المستوى العالمي يجي من تربية المائيات القارية، يعني بتربية المائيات في الولايات اللي ما عندهاش خط ساحلي. نعم. يعني تربية المائيات القارية عموما. بالنسبة للمؤشرات الماكرو اقتصادية المتعلقة بتربية المائيات على ولاية على مستوى عفوا ولاية غليزان، وكذلك الولايات اللي نشرف عليها تيارت ومعسكر، وقلت هناك عديد من المشاريع الكبيرة، نحصي حوالي 33 مشروع للاستثمار في تربية المائيات لوحدها. نعم. 6 مشاريع بولاية غليزان، 8 مشاريع بولاية معسكر، و19 مشروع استثماري على مستوى ولاية تيارت. نبقى في ولاية تيارت اليوم على مستوى منطقة النشاطات لتربية المائيات ب 70 بولاية تيارت، نحصي حوالي 13 مشروع استثماري سيتم توطينها في لاحقا. هذا 13 مشروع استثماري حتشكل يعني قطب لتربية المائيات في المياه العذبة، حيث ما يمكن يعني إنتاجه منها أصل هذه 13 مشروع يعني حوالي 850 طن سنويا راح تضرها هذا 13 مشروع، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى على مستوى منطقة النشاطات بالسرقين، تضاف إليها كذلك 8 مشاريع على مستوى ولاية المعسكر لوحدها، و6 مشاريع على مستوى ولاية غليزان، من بينها مشروع إنتاج جمبري المياه العذبة على مستوى منطقة البراج بودري، وهذا المشروع على مساحة 18 هكتار. نعم. بقيمة استثمارية تفوق 340 مليون دينار جزائري، يعني 34 مليون مليار سنتيم، شراكة تقنية جزائرية أمريكية وشراكة تقنية جزائرية كورية جنوبية، يضاف إليها كذلك عديد من يعني المشاريع حول اللي تدور حول صناعة تربية المائيات سواء القبلية أو البعدية، من بينها مشروع إنتاج هو الأول وطنيين على كل حال، هو مشروع إنتاج شباك وتجهيزات عفوا الصيد البحري، المشروع على مستوى المنطقة الصناعية بسيد الخطاب على مساحة 5000 متر مربع، نسبة الإنجاز فاقت 43% بقيمة يعني قيمة استثمارية تفوق 54 مليار سنتيم، واللي راح كذلك يسمح كذلك بخلق ما لا يقل عن 58 منصب عمل مباشر، إضافة إلى عديد من المناصب العمل الغير مباشرة. قلت هذه ما يتعلق بمشاريع تربية المائيات، وكذلك المشاريع المتعلقة. أستسمحك سيد الجلالي، سنعود إليك ضمن الحركية الاقتصادية المرتبطة بمعرض الجزائر الدولي في طبعته 55. الزميلة حنان بورايو التقت مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال صناعة السفن وتوافينا بهذه ومحركات السفن أيضا توفينا بهذه المتابعة. إليك حنان.
إذن أكيد كما ذكرت زميلتي تتواصل فعاليات المعرض وتتنوع أيضا المعروضات والمنتجات والمشاركون الأجانب والمحليون. وعلى يعني ذكر المشاركين الأجانب والصناعات القوارب الصيد أو السفن يحضر معي السيد أنيس جودي وهو ممثل شركة ألمانية شركة فيلكان المتخصصة في صناعة محركات السفن وأيضا صناعات الطاقوية وأيضا صناعات المحركات الميكانيكية. أهلا بك أنيس. أهلا وسهلا، شكرا على استضافتكم، شكرا لكم. إذا أنيس أنت هنا في هذا المعرض تمثل الشركة الألمانية وأيضا يعني هل كان تحدثنا عن صناعتكم المتخصصة في صناعات البواخر والسفن؟ نعم، دونك احنا شركة ألمانية متخصصة في صناعة لي زاكوبلومون للبواخر. عندنا دي كليون في الجزائر كيما شركة إيريناف لتصليح البواخر اللي نتعاملوا معها، كيما إبروك اللي تخدم مع سوناتراك لي بور لي زاكوبلومون كي سون انتر موتور اي ريدكتور. دونك اون اكسبير اون ترانسميسيون ميكانيك وهذه هي خدمتنا في البواخر. إذن ممتاز أنيس، يعني حسب ما سبق لي وأن تحدثت أشير بالذكر بأن أنيس هو جزائري تعلم هنا في الجامعات الجزائرية في جامعة هوري بومدين ثم انتقل للعمل في أوروبا حيث يعني يعمل كمدير تسويقات ومدير تقني يعني الصناعات الميكانيكية. أنيس يعني هل كان تحدثنا عن يعني تكوينك في الجزائر وعن يعني إمكانية هذا المستوى في التكوين أن يفتح لشباب الجزائر مناصب شغل في الخارج ثم أنت اليوم تريد العودة إلى الجزائر والاستثمار هنا في الجزائر نظرا ليعني تحسن العديد من الظروف التي تحفز الشاب الجزائري للعودة نحو وطنه؟ نعم، أنا شاب جزائري قيت في جامعة هواري بومدين كمهندس ميكانيكي وبعدها التحقت بالجامعة الفرنسية وين كملت الدراسة ديالي ومن تماك بديت نخدم في الشركة الألمانية هادية. ومن بعد تكشفنا بلي كاين تطور في الجزائر، كاين افتتاح كبير باش الشركات الاجنبيه تستثمر في الجزائر، وانا كنت الاول اللي طلبت من الشركه الالمانيه تبعتني للجزائر ودوك راني في الجزائر باش نديفلوبي لا مارك اللي يعني تاعنا وباش نديفلوبي لو مارشي الجزائري تانيك اون بارتنريا كيف كيف. طبعا وعلى ذكر تطوير السوق الجزائريه وفتح فروع للشركه الالمانيه في الجزائر، يعني ما هو يعني استراتيجيكم التسويقيه على المستوى الجزائري وايضا من الامتيازات التي تتيحها الجزائر للمستثمرين الاجانب من اجل ولوج الاسواق الافريقيه من الجزائر؟ هذا لو بوين كان اسونسييل بور نو باسكو الجزائر عندها علاقات جيده مع البلدان المجاوره كما ليبيا كما تونس كما كل البلدان، ثم كي نفتحوا لهنايا يكون عندنا مارشي الجزائري اللي هو مهم جدا، ومن المارشي الجزائري والجزائر اللي هي بوابه افريقيا نقدروا ندومينيو لو مارشي افريكان لو نور افريكا. وسيتي هذا هو الارغومون ديالي اللي مديتو للالمان اللي قبلوه ولاجل هذيك جاوا لهنايا. وبفضل السهولات تاع عبد المجيد تبون سيد رئيس عبد المجيد تبون رانا على بعد شهور مش نفتحوا لهنا ونقولوا نخدموا في الجزائر ديركت. اذا ممتاز طبعا، وهو الجزائري عندما يعني يلج اسواق عالميه ودائما هناك يعني حنين للعوده الى الوطن، حنين ايضا من اجل نقل تكنولوجيا نقل معارف الى ارض الوطن. يعني انس وانت كشاب جزائري يعني تقييمك لهذا المعرض الدولي ومشاركه العديد من الدول الاجنبيه وتقييمك ايضا للمستجدات الاستثمار والاقتصاد في الجزائر وانتم تتابعون ما يحدث في الجزائر عبر قنوات التلفزيون الجزائري؟ هذا المعرض حنا ما نفرطوش فيه، هذا معرض فري مهم باسكو حنا كنا العام اللي فات في المعرض هذايا وبفضل هذا المعرد ونا يو بوكو دو كليون غون غروب الجيريان اللي خدمنا معاهم كيما سونال غاز. ثم كل عام نتبعوا واش كاين الاستثمارات اللي يكونوا ونتبعوا المارشي الجيريان، وهذا المعرض يمكننا باش نشوفوا واش كاين واش ما كانش. وبفضل هذا المعرد اللي راح نزيدوا نطوروا الانتاج تاعنا في الجزائر ان شاء الله. اذا شكرا لك انيس وبالتوفيق. اذا هذه عينه من يعني شركات اجنبيه شركات المانيا رائده في الصناعه الميكانيكيه واسهامها وايضا يعني رغبتها في الاستثمار في الجزائر ومن ثم الولوج للاسواق الافريقيه. شكرا زملائي والعوده الى الاستوديو. شكرا لك حنان بوراي ولضيفك الكريم على هذه الاستفاضه. عوده اليك سيد جلالي سامر مدير صيد البحر وتربيه المائيات بولايه غليزان، جميل جدا ان نتابع يعني اراده هذا الشباب الجزائري في اقتحام مجال كصيد البحري الذي تعول عليه الجزائر في تحقيق الامن الغذائي وفي ظل يعني التسهيلات والتحفيزات المقدمه من السلطات العليا. شكرا. بالنسبه للنشاط يعني اصلاح وبناء السفن هو نشاط من بين النشاطات المرجعيه اليوم على مستوى الوزاره، هناك 52 نشاط مرجعي مقسمه الى 6 مجالات من بينها مجال اصلاح
وبناء السفن اللي عرف حقيقة في الآونة الأخيرة يعني نشاط ونشاط كبير من خلال يعني المنح الإيجابي والمنح التصاعدي لعدد الورشات إصلاح وبناء السفن على مستوى الوطن الحبيب. ومن بين وخير دليل على ذلك أنه سفينتين أو لصيد التونة هما صنع الجزائري 100%، مما يبشر يعني بمستقبل يعني حافل لهذا النشاط. أما بالنسبة يعني لانخراط الشباب، اليوم الوزارة الوصية أقرت أنه التكوين راح يكون أو سيكون يعني محور أساسي، على اعتبار أنه التكوين هو أساس أي نشاط. اليوم الوزارة من خلال مدارس ومعاهد التابعة للوزارة عكسنا حتى أن معدل التكوين اليوم أصبحش اللي يقبل على التكوين أنه هو يمشي المعاهد ومع مدارس الوزارة، بل بالعكس يعني أساتذة والمختصين في التكوين هم اللي يتنقلوا إلى كل الولايات في إطار يعني الاتفاقية، خاصة الاتفاقية اللي مبرمعة مع زملائنا على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهني، اللي تسمح يعني للمتكونين انه يتربصوا ويتكونوا على مستوى هذه المعاهد، والتأطير يكون من الأساتذة المتخصصين اللي هم الأساتذة المدارس ومعاهد الوزارة. نعود مجددا للحديث عن تربية المائيات والاستثمار فيها، وتربية المائيات يعني مع الفلاحة المدمجة بكل مزاياها. بالنسبة لتربية المائيات اليوم هما مشاريع جد مهمة على أساس أنه تدخل في إطار الأمن الغذائي اللي نصبوا كنا إلى أجله. مشاريع تربية المائيات اليوم يعني هناك ترسانة من النصوص القانونية أو ترسانة من المنص القانوني اللي يسمح بالاستثمار في تربية المائيات، أولا من خلال إنشاء مناطق نشاطات تربية المائيات، ثم تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك يعني قانون المالية لسنة 2002 في مادة 84 يعطي خاصية ينفرد بها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ألا وهي العلاوة المقدرة بواحد دينار للمتر المربع، يعني 10,000 دينار للهكتار. نعم. هذا لا رودوفونس استاذ اللي يدفعها المستثمر لما يحصل على قطعة أرضية من الاستثمار في تربية المائيات. وكما قلت هذه الخاصية ينفرد بها فقط قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. تضاف إلى ذلك أنه قانون المالية لسنة 2024 جاء حبلا بعديد من المزايا المتعلقة بالنشاط وحتى امتيازات المتعلقة بالعقار. من بين المزايا المتعلقة بالنشاط هو إقرار علاوة تحفيزية تقدر ب50 دينار كل كيلوغرام من البلط الأحمر المنتج محليا. كذلك رسم جمركي على كل كيلوغرام من البلطي اللي يستورد من الخارج ويقدر ب 30 دينار، إضافة إلى الإبقاء على الانخفاض على الرسم على القيمة المضافة من 19% إلى 9%. كل هذا يعني هذا الحوافز راح أكيد تستقطب أكبر عدد من أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين في تربية المائيات. ماذا عن الصيد القاري أيضا بالمنطقة؟ بالنسبة للصيد القاري اليوم الولاية فيها حوالي 8 سدود. نعم. ممكن يعني حوالي 9 قرارات امتياز تمنح للشباب من أجل ممارسة الصيد القاري، على اعتبار أنه هذا النشاط هو نشاط يهدف إلى قنص واستخراج الموارد البيولوجية يعني نقصد بها الأسماك، واللي تكون على مستوى المسطحات المائية من سدود وسدود صغيرة. اليوم ولاية غليزان تحتل تقريبا المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج في الصيد القاري، يعني الحملات الوطنية اللي أقرتها الوزارة الوصية خاصة حملة استزراع المسطحات المائية وإعادة استزراعها بأسماك تكون ذات قيمة تجارية وأسماك تكون مشتهاة من طرف المستهلك. اليوم في جوان 2024 رانا في خطم الحملة الوطنية لإعادة استزراع اللي انطلقت من ولاية الشرق الجزائري، وكاين هناك عديد من سدود الولاية معسكر وغليزان وتيرت اللي تدخل في برنامج الحملة الوطنية لإعادة استزراع هذه المسطحات المائية. أي الأنواع أكثر تركيزا عليها في هذه العملية؟
العملية اليوم العمليات؟ اليوم كما يعلم الملخص أنه في الجزائر لما نتكلم عن أسماك المياه العذبة هناك نوعين اللي هما في الأصل من نوعين فقط هما سمك البربو أو البربيس وسمك الحنكاليس هذو النوعين. السلطات العمومية ممثلة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية منذ بدء هذه عمليات الاستزراع سنوية 80 لحد الساعة حوالي 23 صنف من أسماك المياه العذبة الموجودة على مستوى السدود. هذا تقسم إلى قسمين، هناك القسم اللي هو الزيسباس نوبل يعني الأسماك ذات القيمة التجارية الكبيرة مثلا السمك الشبط الصيني بنوعيه يعني شبك الصيني الشبط ذو الفم الكبير والشبط ذو الرأس الكبير، هناك الشبط الفضي، هناك أسماك كالسوندر كالقاروس الأسود أو البلاخباس. كل هذه الأنواع من الأسماك هي أسماك ذات قيمة تجارية كبيرة يعني الطالب عليها يتزايد من يوم إلى آخر. أيضا الاستثمار في صناعة تربية المائيات القبلية والبعدية أيضا. بالنسبة للاستثمار في صناعة تربية المائيات القبلية أو البعدية، بالنسبة لصناعة صناعة تربية المائيات القبلية هنا هناك كما قلت مشروع إنتاج شباك وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذلك عديد من الورشات كذلك لصناعة سفن وقوارب صغيرة من أجل استعمالها في الصيد القاري. أما بالنسبة لصناعة الصناعة البعدية مرتبطة بتربية المائيات هناك مصنع لتحويل الأسماك أو منتجات تربية المائيات كمصبرات أو كومديفيلي على مستوى منطقة النشاطات بالعسل. المشروع نسبة الإنجاز فقط 98% على أن إن شاء الله يدشن، هو مقترح لتدشين على كل حال في احتفالا بالذكرى 61 استقلال يعني 5 جويلية 2024 إن شاء الله. سيد الجلالي، هناك أيضا اهتمام بعملية البيع الترقوي يعني من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتفادي الوسطاء في العملية. العملية هذه هو النموذج المبتكر الذي استحدثته وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وليهدف إلى يعني بيع منتجات تربية المائيات من المنتج مباشرة إلى المستهلك. العملية عرفت رواج كبير من خلال يعني نوعين من أسماك تربية المائيات، سمك الدوراد على مستوى المؤسسة تربية المائيات البحرية، والسمك التلابي على مستوى أو البلطي الأحمر على مستوى مؤسسة تربية المائيات القارية. العملية كانت يعني جد ناجحة، سمحت ببيع كميات جد معتبرة للمستهلك مباشرة من أجل كسر كل المتدخلين في عملية البيع. يعني سمك الأسعار نعم. سمك البلطي بيع ب 550 دينار الكيلوغرام، وسمك الدوراد بيع ب 1000 دينار الكيلوغرام، مما يسمح يعني المستهلك باقتناء هذا المواد المهمة جدا يعني النوعين هذا من الأسماك بأسعار يعني معقولة في متناوله. بشأن عملية التكوين في هذا المجال، التكوين احنا نعكف كل مرة على تكوين سواء الفلاحين او المهتمين بتربية المائيات على مستوى كل ولاية يعني ولاية غليزان تيارت ومعسكر. كنضيف الى ذلك التكوين شمل كذلك تنفيذ اتفاقية الاطار المبرمة مع وزارة العدل واللي تهدف الى تكوين يعني نزلاء المؤسسات العقابية وكذلك نعم. حتى الموظفين يعني الموظفين كنا قمنا بتكوينهم من أجل منحهم شهادة مؤطرة لتسمح لهم بهم كذلك يكونوا نزلاء المؤسسات العقابية. هناك أيضا يعني اهتمام بإنشاء التعاونيات مما يزيد أو يؤثر إيجابيا على مسألة مردودية الإنتاج. أكيد اليوم التعاونيات أصبحت يعني حتمية، عملتها يعني عديد من الظروف اليوم التكتل لهم في عديد من التعاونيات سواء تعاونيات تربية المائيات أو تعاونيات القاري أو تعاونيات تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة اللي تشكل يعني أو هي نشاط تعاطي أكثر منه نشاط تجاري، تسمح كذلك هاد الفلاحين باش يديروا يعني شراء بالجمله حتى سواء لمدخلات سواء صغار الاسماك او حتى الاعلاف الصناعيه اللي تسمح لهم اولا باقتنائها وباثمان
على تكون في متناول باثمان يعني تسمح لهم اثمان يعني في متناولهم تسمح لهم برفع يعني مردوديه النشاط تاعهم. سيد جلالي لنتحدث عن اهميه البحث العلمي في ترقيه مجال تربيه المائيات كمجال واعد ويعني تعول عليه الدوله الجزائريه في تحقيق الامن الغذائي. بالنسبه للبحث العلمي احنا كنا بالامس يعني على هامش اليوم الدراسي كنا مضينا على اتفاقيه اطار مع جامعه احمد زبانة وممثله بمعهد العلوم الطبيعيه. الجامعه كصرح علمي هناك يعني الحاضنات هناك دار مقاولاتيه اللي تسمح يعني لخريجي الجامعه من ولوج عالم الشغل يعني او العالم الاقتصادي حتى قطاع الصيد البحري وتربيه المائيات له من القدرات الكبيره اللي تسمح باستقطاب عديد من 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 ابنائنا وبناتنا خريجي الجامعه بدليل اليوم على مستوى جامعه احمد زبان عندنا اربع مشاريع في تربيه المائيات سواء سبيرينين او حتى مفرخه لانتاج صغر السمك البلطي ومشروعين اخرين يعني في تربيه المائيات هما خريجي جامعه احمد زبان. وانفتاح القطاع على المؤسسات الناشئه ايضا كيف كذلك احنا نسجل اليوم ثمان مؤسسات ناشئه لتربيه المائيات اللي عندهم وسم لابل نعم. المؤسسات الناشئه ستارت اب على مستوى ولايه معسكر وتيارت وغليس. بالنسبة كما قلت هذا المؤسسة الناشئة يعني تنفيذا كذلك لتوصية الوزارة الوصية من أجل تشجيع استقطاب المؤسسة الناشئة لما له من أهمية في الدفع بالحركة التنموية الخاصة بتربية المائيات. كما قلت هناك مشروع جد وعد على مستوى ولاية معسكر ومشروع انتاج او مشروع الاحيومائيه الاكوابوني هو انتاج نعم. يعني خضروات مع سلين اكتيفيتي ايدروبوني يعني انتاج الخضروات بعيد عن الارض يعني في المياه نعم. يضاف اليها نشاط تربيه المائيات. هذا المشروع هو مشروع لشاب من ولايه معسكر حصل على الجائزه الاولى في البحث العلمي اللي كانت نظمته سفاره الولايات المتحده الامريكيه بالجزائر. عنده وسم كذلك المؤسسه الناشئه وتحصل حتى على يعني التمويل من الوزاره الوصيه. قلت هذا وتحصل كذلك على منحق الامتياز من اجل انشاء مؤسسه لتربيه المائيات في الاحو المائيه الاكوابوني. المشروع واعد وواعد جدا حيث راح يسمح بانتاج ما لا يقل عن 300 طن سنويا من سمك البلطين موجه للاستهلاك الادمي وكذلك حوالي 150 طن من النباتات والخضروات اللي موجهه كذلك للاستهلاك الادمي على اعتبار انه ما هوش راح يستعمل يعني الاسمده الصناعيه يعني تبقى يعني الانتاج الخضروات بطريقه طبيعيه. بالنسبه للصناعه التحويليه في هذا المجال سيد جلالي. بالنسبه للصناعه التحويليه هناك ثلاث مشاريع، مشروع اكتمال كما قلت عليه ومشروع اثنين قيد الانجاز، واحد في غليزان في المنطقه الصناعي السيد الخطاب ومشروع اخر على مستوى ولايه معسكر. ربما نعود في سؤال تقني لمساله تربيه المائيات في المياه العذبه والقيمه الغذائيه لهاته الاسماك مع تغير الثقافه الاستهلاكيه للجزائريين اليوم واقبالهم على السمك. بالنسبه للقيمه الغذائيه او ما يطلع عليه باللغه الفرنسيه لورغانوليبتيك هما نفس القيمه الغذائيه ونفس المذاق. يعني ما يوجد ما قيمه غذائيه في اسماك البحر هي نفسها وما يوجد في اسماك المياه العذبه، وهذه استدلاله علميه يعني نعم. علميا نفس الخصائص الأورغانوليبتيك الموجودة في أسماك المياه البحرية هي نفسها اللي موجودة في أسماك المياه العذبة. يعني ما فيش اختلاف لا أو ما فيش فرق اختلاف ومنصور يعني باستدلال علمي يعني لا. لا لا حتى يعني استهلاك الأسماك أكثر كما قلت سيدي الكريم اليوم هناك يعني التغير في النمط الاستهلاك. اليوم الجزائري اصبح يستهلك الاسماك المياه العذبه والطالب عليها يزايد من يوم اليوم بدليل انه اليوم حتى الوزاره الروسيه
فكرت في هذا جيدا من خلال امضاء على بروتوكول اتفاق مع وزارة التعليم العالي من اجل تزويد يعني الاقامات الجامعيه. على الاقل الطالب الجزائري يستهلك مره في كل اسبوع يعني كميه من الاسماك المياه العذبه، وهذا الشيء اللي انا نشتغل عليه من اجل توفير هذه الكميه في اطار الاتفاقيه او بروتوكول الاتفاق اللي كان بين وزاره الصيد البحري والمنتجات الصيديه وكذلك وزاره التعليم العالي. ربما في عجاله نجيب عن سؤال له علاقه بالتكوين، تكوين الشباب في هذا المجال سواء في معاهد التكوين المهني او بالجامعات. اليوم بالنسبه للتكوين كما قلت اصبح يعني الاساتذه هم ينتقلوا للمكونين على مستوى كل ولايات مع سكرتيرات واغي لسان. لحد الساعه سنه 2024 يعني جوان 2024 كوننا ما لا يقل عن 120 فلاح في مجال تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، إضافة إلى 24 من المتربصين اللي كانوا استفادوا كذلك تكوين حول الصيد القاري يعني على مستوى السدود، إضافة إلى ذلك أنه برمجنا سنة في السداسي الثاني وتطبيقا لتعليمات السيد معالي الوزير أنه في السداسي الثاني سنة 2024 راح نفتح مجالات أخرى في التكوين مع زملائنا على مستوى التكوين المهني حتى تشمل كل المجالات المتعلقة بالقطاع. شكرا لك سيد سامر الجلالي مدير الصيد البحري وتربية المائيات بولاية غليزان على الحضور الكريم والاستفاضة. شكرا. إلى استوديو رقم واحد أميرة بوشايب في نشرة مفصلة، إليك أميرة. نعم شكرا لك عفاف. مشاهدينا نلتقي بعد الجينيريك. شكرا لك أميرة بوشايب. مشاهدينا الأفاضل متواصلون دائما معكم ضمن هذا الفضاء الإخباري ومع تواصل فعاليات المعرض أو الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض صنوبر البحري. نقف الآن عند مدى استجابة أفراد الجالية الوطنية لرسالة رئيس الجمهورية بأهمية الاستثمار في الجزائر في ظل كل التحفيزات المتاحة. حنان برايو الزميلة التقت ببعض هؤلاء المستثمرين وعادت لنا بهذه المتابعة. إليك حنان مجددا. أكيد عفاف، على ضوء توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص فتح المجال للجزائريين لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من أجل الاستثمار في الجزائر وأيضا من أجل مرافقتهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل إنشاء استثماراتهم. وكعينة التقيت مع السيد غاني رابح وهو مستثمر في مجال الطاقات المتجددة، هذا المجال الذي يفتح أفاقا واعدة، أفاقا كثيرة في الجزائر. أهلا بك سيدي. أهلا بك أختي حنان. قبل كل شيء يعني نشكركم على زيارتنا في الستاند ديالنا ونتيفو ماسي بوكو دو نوز افوار دوني سيت اوكازيون دو بريزونتي نوتر برودوي. احنا فمستثمرين يعني فرنسيين مقيمين يعني جالي في جزائري مقيمه في فرنسا. اون اونتوندو لابيل تاع السيد الرئيس الاستثمار في البلاد ديالنا كمستثمرين جزائريين. On est venu avec cette solution d'énergie renouvelable qui les panneaux photovoltaïques mais en mobile qui répondent en fait à certaines entreprises et certaines infrastructures algériennes. Le marché est très vierge, il y a une forte demande et on l'a vu beaucoup sur le marché et notamment pendant cette foire en 55e édition. Alhamdoulilah, yani on est fier d'être parmi vous. إذن مرحبا بك سيد غاني. وطبعا والجزائر فخورة بأن يكون صوتها مسموع لدى أبنائها من الجالية المقيمة في الخارج وبيعني إحضار تكنولوجيا ومعارف واستثمارات تعود بالفائدة على الوطن. إذن سيد غاني، هل لك أن يعني تحكي لنا تجربتك في الانتقال في نقل هذا الاستثمار من فرنسا نحو الجزائر، ولما اختيار مجال الطاقات المتجددة؟ الطاقات المتجددة في الحقيقة يعني هي بديلة يعني كطاقة بديلة لسكون أبل زينارجي فوسيل، يعني طاقة بديلة للطاقات التقليدية. الطاقات التقليدية اللي هي يعني كثير ضرت يعني البيئة، وهذه الطاقات المتجددة يعني على فوا سيتي كيستيون ريسبكتي لونفيرونمون اون بروميي ليو سيرتو سي با ميم با كيستيون فينانسيير او كيستيون دو كو، سي يعني تحترم كثير يعني الطبيعة.
ثانيا سي اماندوكو يعني لا برودكسيون تاعها سي اماندوكو الي اونيفو داكوستيكي الي تري سيلونسيوز يعني اترجم فقط سي يعني هي طاقات صديقه للبيئه وطاقات يعني غير مكلفه بالنظر الى يعني كلفتها الماليه وايضا هي طاقات مطلوبه هنا في الجزائر نظرا لشساعه الوطن ونظرا ايضا للحجم الساعي من التعرض للطاقه الشمسيه في الجزائر يعني في الحقيقه يعني لاكيك يعني فوزافي تو غوزيمي الطاقه المتجدده هي البديل الوحيد يعني للطاقات التقليديه اللي رانا نشوفوا فيها اليوم وحنا يعني خاصه لبينا طلب السيد الرئيس بوتبون الاستثمار الداخلي يعني قال لك يعني كفانا من الاستيراد لازم يعني نشجعوا قدراتنا الخارجيه اللي راهي على برا باش تستثمر في البلاد وان شاء الله يعني كل خير وان شاء الله يعني افيك لادي لو سوتيان دي زوتوريتي اون اي لا اون بو ريبوندر اون بو ريبوندر فات ا سات ابل وان شاء الله يعني سا بيرمي دوفرير اوسي دي زوبورتينيتي دو ترافاي دي زوبورتينيتي دو طبعا وهي كلها فرص لفتح افاق للاستثمار وللعمل المشترك. سيد غادي انت يعني كعينه كمثل حي عن الجاليه الجزائريه التي عادت باستثمار واعد الى الوطن، ما هو يعني ما هي رسالتك التي توجهها للشباب الجزائري المقيم بالخارج بالشباب الجزائري الذي يريد الاستثمار في الخارج نظرا لملائمة مناخ الاستثمار والتشريعات والتنظيمات التي تمنح تحفيزات مهمة للمستثمرين وخاصة منهم الجزائريين بالدرجة الأولى؟ في الحقيقة يعني النداء اللي نقدمه لشبابنا في الخارج نوتامون فرانس وبصفة عامة سبيسيالمون فرانس لأني عايش في يعني مقيم أنا في فرنسا يعني منذ 15 سنة. هناك جالية كبيرة مقيمة في فرنسا. On a vraiment des, yani, on a vraiment des têtes pensantes, des têtes, yani, des cadres en France. Sieda Tarraïs, yani, فتح لهم المجال وإلى تندي لما بشي يدخل البلاد qui ne les étire tout pas, puisqu'il y a du potentiel, il y a de l'investissement et il faut que tout le monde s'entraide pour pouvoir remonter la pente ou باش نطلعوا بلادنا يعني باش تكون من الأوائل. طبعا وهذا ما نرجوه وما نصب إليه هو أن تكون الجزائر في طلائع الدول على المستوى الإفريقي والمستوى الإقليمي والمتوسطي بفضل عقول أبنائها المدبرين وبفضل أيضا إرادة دولة وقرارات السيد رئيس الجمهورية المحفزة جدا والمرافقة لدعم الشباب ولي يعني تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج الوطني. أشكرك سيد غاني على هذه المداخلة ونتمنى لك كل التوفيق وأن تكون لك يعني سوق جزائرية واعدة ولما لا الولوج للسوق الإفريقية من الجزائر. إذا هذه عينة مشاهدينا الكرام عن جزائري مقيم بالخارج ودائما الحنين والعودة إلى الجزائر بمشاريع واعدة وبأفكار متجددة وأيضا بتكنولوجيا وبحلول علمية ناجعة. شكرا والعودة إلى الاستوديو. شكرا لك حنان بوراي ولضيفك الكريم على هذه المتابعة. ما لقاءنا بك يتجدد خلال المواعيد الإخبارية القادمة في متابعة هذا الحدث الاقتصادي المهم. الآن مشاهدينا الأفضل سنتحدث عن ترقية الرياضات الجامعية والنشاطات الطلابية. نسعد كثيرا باستقبال الأستاذ عز الدين ربيقة نائب مدير التنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيد ربيقة مرحبا وشكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لكم أنتم كمؤسسات ترافقنا في كل محطاتنا ثقافيا ورياضيا وعلميا. أهلا بك دائما. نسعد أيضا باستقبال السيد فتحي يوسفي مدير عام معهد التربية البدنية والرياضية. أهلا وسهلا بك أيضا وشكرا على كرم قبول الدعوة. شكرا للدعوة ومرحبا بك. نبدأ معك سيد ربيقة بالحديث عن حصيلة هذه السنة الجامعية من ناحية الأنشطة الرياضية العلمية والثقافية أيضا. يمكن أن نصف السنة الجامعية ثقافيا ورياضيا وعلميا وكل التنشيط الجامعي الذي مارسه أبنائنا الطلبة بأنها سنة حبلة بالتنشيط الثقافي التنشيط الرياضي وحتى التنشيط العلمي كنوادي علمية حيث اشتغل الجميع كخلية نحل طيلة السنة الجامعية. البرنامج السنوي نفذ في أغلبه حيث كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد سطرت برنامجا منذ
جوان من السنة المنصرمة، فيه حوالي 24 مسابقة وطنية رياضية في الرياضات الفردية، نعم، زائد تنظيم بطولات وطنية جامعية في الرياضات الجامعية، زائد تنظيم الطبعة الأولى من كأس الجزائر الجامعية في رياضة كرة القدم المصغرة. ثقافيا كنا قد سطرنا أيضا برنامجا ثريا، وضعنا 29 مسابقة وطنية جامعية فيها كل المجالات، في الثقافة، في الشعر، في المسرح، و أما علميا فتبنى أبنائنا الطلبة المنخرطين في النوادي العلمية المعتمدة، وعددها يتجاوز 500 نادي علمي معتمد على مستوى كل المؤسسات الجامعية، وعددها 114 و115 مؤسسة جامعية، أزيد من 12 مسابقة وطنية علمية تهم النسيج الاقتصادي للبلد. إذن نفذ هذا البرنامج في أغلبه، والنتيجة والمحصلة كانت مشاركة كما كان قد صرح السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس في حفل بهيج تم اختتام فيه موسم ثقافي ورياضي وعلمي حافل، حوالي 500,000، أزيد من 500,000 طالب شارك في تنشيط الحياة الجامعية رياضيا ثقافيا حتى أنشطة تضامنية بيئية تشجير، شارك أبنائنا الطلبة في مختلف هذه المجالات، وأبدوا الكثير من الرغبة في الانخراط مستقبلا بأكثر عدد من هذا. وبالتالي يمكن أن نقول بأن تقريبا ثلث الطلبة المسجلين نظاميا في الجامعات الجزائرية قد شارك في التنشيط الجامعي، حوالي 36% إذا حسبنا أزيد من 500,000، عدد الطلبة إجمالا 1,600,000 و600,000 و650,000 طالب، تقريبا 36% شاركوا. نالت بطبيعة الحال الرياضة الجامعية حصة الأسدي من هذه النسبة بحوالي 12%، ثم التنشيط الثقافي بحوالي 10%، ثم التنشيط العلمي بحوالي 9%، وتقاسمت باقي المجالات النسبة المتبقية كل على حسب اهتمامات طبعا أبنائنا الطلبة. جيد. سيد يوسف، وأنتم مدير عام معهد التربية البدنية والرياضية، بالوقوف أيضا على حصيلة النشاطات الرياضية هذه السنة، أيضا ننوه بأهمية ودور الرياضة الجامعية. أكيد، يعني فيما يخص الرياضة الجامعية، كان هذه السنة هو سنة الرياضة الجامعية من خلال تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو إعادة إنجاد الرياضة الجامعية من خلال تنشيط يعني مختلف المؤسسات الجامعية وحتى الخدماتية لرفع بنسبة الممارسة عند الطلبة، سواء كانت الرياضة النفعية والترويحية وكذلك الرياضة التنافسية، من خلال يعني مديرية الحياة الطلابية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قمنا ب يعني تنظيم عدة بطولات رياضية سواء في الرياضات الجامعية أو الفردية في مختلف المؤسسات الجامعية، وكانت هناك يعني أمس الاختتام البطولات الوطنية للرياضات الجامعية على مستوى معهد التربية البدنية والرياضية، يعني من خلال يعني تأطير مختلف الرياضات. الكل يعلم أنه هذه السنة فيما يخص الرياضة الجامعية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام ب يعني تصدير برنامج لتنشيط هذه الرياضة وإعادة أمجادها، وقمنا بتقديم عدة من خلال يعني تعليماته من تنفيذ عدة محاور تم يعني برمجتهم خلال بداية السنة الجامعية من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل المحاور تم تنفيذها سواء كانت فيما يخص يعني مرافقة الطالب الجامعي من خلال قانون الطالب الرياضي، أو وضع يعني منصة رقمية لمتابعة مسار الطالب الرياضي ومساعدته في الجانب البيداغوجي والجانب الرياضي، وكذلك تفعيل المنشآت الرياضية الموجودة على مستوى
المؤسسات الجامعية أو الإقامات الجامعية من خلال يعني وضعها تحت تصرف كل الرياضيين. كذلك قمنا بعدة أيام دراسية وندوات لتفعيل وتحيين القوانين الأساسية التي تخص الرياضة الجامعية. يعني كل النقاط التي اعتمدها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لترقية وإعادة يعني تفعيل هذه الرياضة على مستوى المؤسسة الجامعية قمنا بتطبيقها خلال هذه السنة. وهناك كذلك تعليمات أخرى للعمل على يعني الرفع كذلك من نحوسوا على كيفاش يقولوا النتائج الرياضيه على مستوى الجانب يعني الاقليمي او الدولي. نعم. ومن خلال يعني مديريه الحياه الطلابيه واللجنه الوزاريه المكلفه بترقيه وتطوير الرياضه الجامعيه نعمل على تسجيل برنامج ان شاء الله يكون يساعد هذه الرياضه على التطور داخل المؤسسات الجامعيه ومرافقه الحركه الرياضيه بصفه عامه. سيد ربيقة، يعني احياء الرياضه الجامعيه كانت مطلبا او امرا من السيد الرئيس من اجل تكوين النخب، الى اي مدى هذه النخبه الرياضيه من شانها ان تعطي اشعاع جديد للجزائر وبالتالي جعل الرياضه عنصر مهم ايضا في رفاهيه هؤلاء الطلبه الى جانب التحصيل الاكاديمي؟ بطبيعه الحال لا يمكن لجاحد ان ينكر بان الرياضه الجامعيه هي رافد مهم من روافد التنميه في كل اشكالها. فالرياضة الجامعية أو خاصة رياضة النخبة كان لها حضور قوي خلال السنة الجامعية 2023-2024، وكان للسيد الوزير وقفات عديدة وفي محطات مختلفة لتكريم أبنائنا طلبة من النخب، خاصة أولئك الذين رفعوا الراية الوطنية. صحيح. في المحافل الدولية الإفريقية والعربية. وهنا أثمن أيضا وجود 3 طلبة سيشاركون في الألعاب الأولمبية في صيف 2024 في باريس خلال سنة، من سيكونون ضمن الوفد الجزائري الذي سيطير إلى باريس وسيمثلون بلدهم الجزائر. وهذا شرف للجامعة الجزائرية أن تكون ولادة لمثل هذه النوابغ التي ترفع الراية الوطنية في كل المحافل. إذن إيماننا كوزارة بعمق بأن الرياضة هي أحد أهم المرتكزات الأساسية لدفع البلد في مجالات مختلفة جعلنا أيضا نركز عليها ونضع لها قانونا خاصا كما أسلف الأستاذ يوسف قبلي، ونفكر مستقبلا أيضا في إرساء قواعد أخرى أكثر متانة لننطلق في المنافسات الرسمية وولوج عالم المنافسات الرسمية واسترجاع ذلك المجد. نعم. التاريخي للرياضة الجامعية الذي تحدث عنه السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، ولعل آخر محطة تحدث فيها السيد الرئيس على الرياضة الجامعية. نعم. هي زيارته التاريخية لمدينة سيدي عبد الله الجامعية، أين أشرف على احتفائية يوم الطالب في 19 ماي، وكان قد تحدث عن ضرورة بعث الرياضة الجامعية وبعث الجمعيات الرياضية، وهذه هي أيضا توصية السيد الوزير. وكان لنا بعدها مباشرة تنظيم لقاء وطني للرياضات الجامعية المعتمدة وفقا لقانون 1206، أين تمكنا من جمع حوالي 25 جمعية رياضية، استمعنا لانشغالاتهم، وضعنا الكثير من النقاط على الحروف لنضع الجميع في وضعية مريحة تمكننا خلال السنة الجامعية المقبلة 2024-2025 من ولوج عالم الرياضة التنافسية بأريحية، وهكذا يمكن للطالب الجامعي أن ينخرط في المنافسات الرسمية من خلال نوادي رياضية تحمل أسماء الجامعات والمؤسسات الجامعية. جيد، وأنطلق من هذه النقطة اكتشاف الأبطال وانخراط في نوادي رياضية، كيف تجسدت أبرز محاور الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة الوصية من أجل ترقية هذه الرياضة الجامعية؟ أكيد كمحطة أولى كما قلت يعني سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قدم يعني مجموعة من المحاور لتنفيذ هذه السنة وقمنا بتنفيذها.
قلنا من بينها يعني مرافقة الطلبة الرياضيين ويعني كذلك التنشيط على مستوى المعاهد الوطنية للرياضة الجامعية للتربية البدنية الموجودة على مستوى المؤسسات الجامعية، وكذلك تفعيل مختلف يعني المديريات الفرعية على مستوى المؤسسات الجامعية، وهذا ما يعني جعلنا هذه السنة نحتفل بالبطولات الوطنية، لأنه كما قال السيد عزدين أنه هذه السنة كان إقبال كبير للطلبة خاصة في ما يخص المشاركة في مختلف الإقصائيات. الآن جاء الدور آخر أو محطة ثانية هي تفعيل النوادي الرياضية المعتمدة في الجامعة من خلال توصية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه أولا نسترجع الجمعيات الموجودة على مستوى مؤسسات الجامعية ومحاولة يعني مساعدتها للانخراط السنة المقبلة في الرياضات في مختلف يعني الفروع. نعم. وكذلك تشجيع المؤسسات الجامعية على إنشاء جمعيات رياضية أخرى والعمل القاعدي، وهو يعني العمل على تكوين الرياضيين منذ الصغر ومرافقتهم في مختلف الأطوار حتى وصولهم إلى الجامعة، وبذلك تكون هناك جمعيات رياضية داخل الجامعة تساعد الحركة الرياضية من خلال تقديم أبطال وكذلك المشاركة في مختلف المنافسات سواء كانت التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة الشباب والرياضة أو مختلف القطاعات الأخرى إن شاء الله. سيد البيجا، بالنسبة للتنشيط العلمي النوادي العلمية أيضا فضاء آخر لاكتشاف نوابغ الجزائر من خلال أفكارهم الإبداعية، كيف كانت استجابة الطلبة مع هذه النوادي وأيضا كيف تمت مرافقتهم؟ إذن طبعا التنشيط العلمي من خلال النوادي العلمية المعتمدة على مستوى كل المؤسسات الجامعية كان مميزا أيضا خلال سنة الجامعية 2023-2024، ودل على تعطش أيضا أبنائنا الطلبة للتنشيط العلمي وإيجاد فضاء ربما أو مناخ يلائم أبنائنا الطلبة لتفجير تلك الطاقات الكاملة. ففي مختلف المحطات التي رافقنا فيها أبنائنا الطلبة يعني أثبتوا الكثير من الجدارة والاستحقاق وبينوا الكثير من القدرات في مشاريع إبداعية ابتكارية. ولعل توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز فكرة المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال كان له الكثير من الوقع الإيجابي على أبنائنا الطلبة، حيث أن هذه النوادي تشارك في مسابقات كثيرة وطنية. بالأمس فقط كانت للسيد الوزير جولة ضمن المعرض الذي أقيم على هامش الحفل الختامي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، وربما قمنا بدعوة عينة من المسابقات الوطنية التي نظمت على غرار المسابقة الوطنية للروبوت بالسكرا، المسابقة الوطنية للبرمجيات بالغواط، المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الخضراء، ومشاركة النوادي البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة. يعني مواضيع جميلة جدا وتتناغم في مجملها مع المحيط العام للمجتمع، وهذا ما نريده، أن نوجه مواضيع أبنائنا الطلبة بما يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرياضية. لذلك الكثير من المشاريع، بالأمس فقط وجه السيد وزير التعليم العالي العديد من أبنائنا الطلبة من خلال نواديهم إلى ضرورة توطين تلك المشاريع ضمن مؤسسات ناشئة والحصول على علامة مشروع أو وسم مشروع مبتكر لأهميته ولحماية الفكرة. والأجمل من ذلك سيدتي الفاضلة أن أبنائنا الطلبة أبدوا رغبة جميلة في إكمال هذه المشاريع إلى وتحويلها إلى مشروع خاص بعد التخرج وولوج عالم المقاولات من أبوابها الواسعة بأفكار بسيطة ومبتكرة تقدم خدمة من ناحية للمجتمع وتوفر منصب شغل من ناحية أخرى لأبنائنا الطلبة. إذن هذا هو الجميل في النوادي العلمية، أنها تفكر تبدع تبتكر
وتتوجه نحو المقاولة. جيد. سيد يوسفي، ونحن نتحدث عن الرياضة الجامعية، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال؟ إن تحدثنا ربما على مسألة التمويل، على مسألة التحضيرات، هل كل شيء متوفر أو على الأقل يساعد على ترقية هذه الرياضة؟ أكيد، يعني على مستوى قطاع وزارة التعليم العالي، من خلال لو نتكلم عن الرياضة الترويحية والنفعية لمجمل الطلبة الموجودين على مستوى القطاع، الوزارة وفرت كل الإمكانيات سواء من خلال المرافق الموجودة، المرافق الرياضية أو الإطارات التي تنشط مختلف الرياضات، وكذلك البرامج أو البطولات. الآن يبقى الدور على مستوى الرياضة التنافسية، لكل يطالب بتفعيل تلك الرياضة على مستوى يعني النوادي الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات سواء كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة أو وزارة التعليم العالي. هذا التحدي سوف نعمل على من خلال يعني اللجنة الوزارية التي اعتمدها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول ومرافقة هذه النوادي. قمنا في الأيام القليلة الماضية بجمع مختلف النوادي المعتمدة والتي كان لها يعني صدى كبير على مستوى الرياضة الجامعية في السنوات الماضية، وقمنا بالإنصات لمختلف الانشغالات، وقمنا بتدوين مجموعة من المقترحات بمعية تلك النوادي الرياضية من خلال إشراكهم في إيجاد الحلول، وقمنا بتقديم تلك التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسنعمل إن شاء الله يعني على إيجاد مختلف الحلول حتى تتمكن من الممارسة سواء في القطاع وزارة التعليم العالي من خلال يعني المنافسات التابعة لوزارة التعليم العالي أو وزارة الشباب والرياضة بأريحية. التحدي الأكبر هو تلك النوادي التي يجب أن تعمل تبحث عن التكوين القاعدي، نعم، وتكوين الأبطال في المستقبل. هذا تحدي يمكن اعتماده للمدى البعيد، ولكن المدى القريب الكل يعلم أنه وزارة التعليم العالي أو قطاع التعليم العالي هناك أبطال موجودين داخل المؤسسات الجامعية يجب مرافقتهم سواء للخيرات داخل المشاركة في المنافسات الرياضية التابعة لوزارة التعليم العالي أو المنافسة في النوادي المحترفة أو النوادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكيفاش نقول لازم يكملوا الممارسة تاعهم، لأنه العديد من الطلبة لما يجوا من الثانويات أو الإكماليات لما يوصلوا للمستوى الجامعي يتوقفون على الممارسة. ومن خلال تعليمات السيد الوزير قمنا بعدة إجراءات حتى يتمكنون ذلك الطالب أنه يمارس الممارسة، يواصل في الممارسة الرياضية وكذلك ينجح في الجانب البيداغوجي. التحدي كما قلت هو قطاع وزارة التعليم العالي، نرى نتجه الآن إلى مرافقة الجمعيات الرياضية المعتمدة التي تحمل اسم الجامعة، لأنه الكل يعلم أنه الجمعيات الرياضية هي تابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال القانون 1206، ومجمل القوانين المسيرة لها تشمل مختلف الجمعيات الأخرى. فقط أنه احنا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سوف نعمل على مرافقتها ومساعدتها بالإمكانيات الموجودة على مستوى القطاع، سواء كانت المرافق والمنشآت الرياضية، سواء كانت الإطارات، سواء كانوا الرياضيين الطلبة الرياضيين الموجودين على المستوى الجامعة. وإن شاء الله يعني من خلال يعني تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سوف نعتمد على النوادي الموجودة حاليا كما قال الأستاذ حوالي 35 هكذا نادي اللي راح 25 نادي، وسوف نقوم بإنشاء نوادي أخرى خاصة في المؤسسات الجامعية التي لها اصلا معاهد متخصصه في الجانب الرياضي. سيد ربيقة، اذا الرهان هو الاستدامه في هذه مقومات هذه الرياضه. بطبيعه الحال الاستدامه وربما ولوج عالم الاحترافيه واعاده امجاد الرياضه الجامعيه التي كان لها فرق على شاكله ربما اتحاد جامعه عنابه، معاهد قسنطينه التي كانت تنافس الكبار في مختلف المنافسات الرياضيه، ولما لا؟ وهذا ليس ببعيد. القضيه قضيه ربما وقت تخطيط
وتنفيذ وتجسيد ومتابعة لهذه الفلسفة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي ماضية فيها لا محالة. نحن اليوم بصدد إعداد دراسة قصيرة المدى، وهي العمل مع المجموعة الأولى من هذه الجمعيات لنبدأ مباشرة في مع الدخول الجامعي المقبل، على أن نشن حملة واسعة خلال السنة الجامعية 2024-2025 من أجل إنشاء أكبر عدد ممكن من الجمعيات الرياضية وتهيئتها للدخول بقوة خلال السنة الجامعية التي بعدها، وهو هذا هو المدى البعيد 2025-2026، لنحضر الجميع لولوج عالم الاحترافية. بعدها نذهب مباشرة إلى فكرة التكوين، لأن الجامعة أعتقد أنه 1,600,000-650,000 طالب لا يمكن أن أجيب لاعبا بارعا ومتحدثا بليغا وأديبا وشاعرا ورساما، سأجد كل هذه النوابغ، لأننا نؤمن بأن أبنائنا الطلبة موهوبين في كل المجالات. استسمحوكما سادتي الأكارم لنستمع مشاهدينا الأفاضل إلى أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة والضواحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة لاستكمال حواري مع ضيفي الكريمين. سيد ربيقة، نتوقف معك ربما في الأخير عند حصيلة الأنشطة الثقافية وانخراط الطلبة أيضا في هذا المجال. طبعا حتى حصيلة التنشيط الثقافي كانت ثرية أيضا، حيث انخرط أبنائنا الطلبة بقوة في مختلف
المسابقات الوطنية، ناهيك عن التنشيط المحلي على مستوى كل المؤسسات الجامعية، على مستوى الإقامات الجامعية. وطنيا أبناءنا الطلبة انخرطوا بقوة، وكنا في كل مرة في كل مسابقة نكتشف الكثير من المواهب التي يمكنها أن تلج بسهولة عالم الاحتراف، عالم الشغل، عالم الأدب، في الكتابة. كان لنا بالأمس وقفة مع رواق الكتاب الطلابي، أين وجدنا حوالي أزيد من 100 طالب له مؤلفات جاهزة ومنشورة ومطبوعة، وهي اليوم في المكتبات. هذا شيء جميل جدا، ويشجعنا على أن نشجع أبناءنا الطلبة على الاستمرار في الإبداع في الكتابة مثلا، حيث وجه بالأمس السيد وزير التعليم العالي المصالح المعنية بضرورة مرافقة أبناءنا الطلبة الذين لهم كتابات وعاجزون عن طباعتها، بربطهم بالديوان الوطني للمطبوعات الجامعية كي يتكفل بطباعة هذه الأعمال التي ربما ستجد نفسها في السوق. هذه سوق القارئ ناهم، يمكن أن يختار ما يحتاجه في الخط العربي، في الزخرفة، في الفنون التشكيلية، في الكاريكاتير، في مختلف المجالات، حتى في المسرح، حيث كانت لنا الطبعة السنة الجامعية، الطبعة التي كانت مميزة في المسرح الجامعي. فقط أنهي التنشيط الثقافي بتثمين مشاركات أبنائنا وبناتنا الطلبة في مختلف المهرجانات الدولية على وجه التحديد، أين شرفونا خاصة في تونس، والحمد لله. طيب سيد يوسفي، أفق هذه الرياضة الجامعية في عجالة لو سمحت. أكيد، يعني الرياضة الجامعية قلنا باللي الذات راح تدي دور كبير خاصة في السنة المقبلة، من خلال تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال يعني تفعيل النوادي الرياضية المعتمدة ومرافقتها للانخراط في مختلف الرابطات الوطنية، سواء في الرياضة الجامعية أو الرياضة التابعة لقطاع وزارة التعليم، وزارة الشباب والرياضة، وكذلك من خلال يعني تعليمات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو إعطاء فرصة للرياضات المهمشة ل يعني وضعها تحت يعني الضوء. وسوف نعتمد على مجموعة من الرياضات إن شاء الله في السنة المقبلة خلال البطولات الوطنية المعتمدة، سواء الرياضات الجماعية أو الفردية، وكذلك تفعيل دور المعاهد الوطنية الموجودة على المستوى الوطني، هو 23 معهد يحتوي على إطارات كبيرة في الرياضة لمرافقة الجمعيات الرياضية للانخراط داخل الحركة الرياضية بصفة عامة. وشكرا، شكرا جزيلا لكما سيد عز الدين ربيقة، نائب مدير التنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فتحي يوسفي مدير عام معهد التربية البدنية والرياضية بدال إبراهيم، شكرا على الحضور وعلى الاستفادة. شكرا، أهلا وسهلا. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الأفاضل، شكرا لكم والسلام عليكم.